أهلا بكم. هي دبلوماسية النار والتفاوض في آن، فعلى توقيت دولي عربي استخباراتي يرفع أعلى درجات التنسيق لإبرام اتفاق الشهرين في غزة، والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، ارتفعت في المنطقة علامات نارية أصابت أهدافا أمريكية بالتزامن مع غليان البحر الأحمر. أما غزة فتعيش نهارها كفاف شهيدها، ويختلط الدم بماء الشتاء وبصقيع الأيام وجليد المواقف التضامنية التي لا تسفر عن وقف لإطلاق النار. فالقيادات الإسرائيلية العسكرية والسياسية أعلنت التحدي لقرارات محكمة العدل الدولية، وردت على تدابيرها بسيل من الغارات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 53 فلسطينياً في 48 ساعة. وليس في الأجندة الإسرائيلية سوى ارتكاب المزيد لإثبات ضلوعها في حرب الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، لأن تل أبيب تدرك نهايتها. فمفعول قرارات محكمة العدل سيوضع على ميزان مجلس الأمن، وهناك يحضر الفيتو الأمريكي في التوقيت الإسرائيلي المناسب. وتحت هذه المظلة الدموية واضطراب الجنوب اللبناني ونزوح سكانه، جاء كلام البطريرك الراعي ليندرج تحت بند أقسى العظات، لا سيما عندما قال: نرفض أن نكون رهائن ودروع بشرية وكبش محرقة لسياسات لبنانية فاشلة ولثقافة الموت التي لم تجر سوى الانتصارات الوهمية. وفي ظلال الحرب والمواقف المتشددة وربط غزة بالجنوب، تتصلب الشرايين الرئاسية التي تفتح دورتها الدموية خماسية دولية بدأت بالحراك على مستوى السفراء، إيذاناً بالمستوى الوزاري منتصف شباط المقبل. لكن هل سيبقى دوران الخماسية يجول على المعايير والمواصفات؟ فماذا عن الأسماء؟ وهل لدى الخماسية أوراق مخفية؟ نتحاور على هذه الأسئلة في حلقة الليلة من وهلأ شو. في هذه الحلقة أستضيف الوزير السابق رشيد درباس لنتحدث عن الجانب الدستوري والقانوني والميثاقي وكل ما يجري على الساحة اللبنانية، وأيضا عن محكمة العدل الدولية. أيضا نناقش في عمل اللجنة الخماسية، في خارطة الطريق الرئاسية، وفي جلسات الموازنة النيابية مع النواب عضو كتلة الجمهورية القوية غادة أيوب، عضو تكتل اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله، وعضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم. أما الفقرة الأولى فهي أولا مثل العادة مع جان عزيز وحسين أيوب. أولا مساء الخير حسين أيوب، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير جان عزيز، أهلا وسهلا فيك. مساء النور. طبعا عناوين هذا الأسبوع عديدة محليا وإقليميا ودوليا. أستاذ جان، البداية من ما حدث اليوم بالنسبة للهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، الهجوم بالمسيرات، والمشهد الميداني من غزة إلى البحر الأحمر وصولا إلى الجنوب اللبناني، كيف تقرأ هذا المشهد وهذا التطور الذي حدث اليوم بالقاعدة العسكرية الأمريكية وردود الفعل الأمريكية؟ صحيح، تطور مهم جدا، الهجوم بمسيرات انتحارية على مركز أمريكي هو على مثلث الحدود الأردنية العراقية السورية. في أكثر ملاحظة بهالموضوع. أولا التأخير بالإعلان الأمريكي عن الحادث يلي أخذ يبدو أكثر من 10 ساعات للإعلان. هلا بعض ظرفاء السياسي بيقولوا تكان وعي بايدن من النوم مع فارق الوقت، البعض بيقول انه لا، كان في محاولة تحضير لإمكانية جواب مباشر وفوري يتزامن مع الإعلان عن العملية. العملية تشكل اجتياز لخط أحمر جديد، منه تطور بمعنى تغيير اللعبة أو جيم تشينجر، يعني بياخدك على مشهد مختلف كليا، إنما هو اجتياز لخط أحمر جديد. النقطة أهميتها أنه مثل ما قلت موجودة على هذا المثلث الحدودي، تشرف على مخيم الركبان يلي بضم أكثر من 20,000 لاجئ سوري، فيهم متطرفين والبعض بيقول فيهم داعش وإرهابيين، قريبة من
قاعدة الوليد الجوية العراقية أكيد قريبة من التنف يلي هي مركز وعصب الوجود الأمريكي بين سوريا والعراق. هناك كلام عمره على الأقل منذ اغتيال قاسم سليماني بكانون الثاني 2020 بيقول أنه هذه النقطة هي موضع استهداف من قبل كل القوى المؤيدة لإيران، لأنه ضرب هذه النقطة ممكن يكون زحزح لحجر الزاوية للوجود الأمريكي في المنطقة يلي أعلنت عنه طهران آنذاك. هلأ مشان هيك عم بقول أنه المسألة منا تفصيل، مسألة أساسية بالوجود الأمريكي، الحصيلة ثقيلة جدا. هلأ عم بنحكي عن حوالي 34 إصابة، بيناتهم أكيد 3 قتلى والباقي جرحى. الرد حتمي بالنسبة لبايدن، وإلا بين الشريط الحدودي على تكساس والشريط الحدودي على المثلث العراقي السوري، إذا ما رد بايدن بيكون انتهى كرئيس من هلأ، وفيك تقله لبايدن مبروك من لترامب من مبروك هلأ. من هلأ. بس شو طبيعة الرد؟ يعني شو احتمالات الرد؟ هلأ أو ماذا؟ أول ما هو أول مدى الرد؟ أول كلام عم بيقوله بايدن ببيانه المقتضب وكل المصادر الأمريكية أنه لن يقتصر على القوى المؤيدة لإيران، وإنما سيطال الحرس الثوري مباشرة. ضرب الحرس الثوري ما بيعني حكما ضرب إيران بالأراضي الإيرانية. خليني بس أذكر أنه مرتين سابقتين صار تحرش إيراني مباشر بالأمريكيين، بال 1988 بين الحرب الإيرانية العراقية صار تحرش بتلغيم الخليج، ردوا الأمريكيين اليوم بضربة قاضية للبحرية الإيرانية بما سمى عملية فرس النبي. المرة الثانية لما صار استهداف للسفارة الأمريكية ببغداد وصار في ضحايا بأربيل، رد آنذاك ترامب باغتيال قاسم سليماني بثلاثة كانون تاني. فاليوم بعتقد الرد ما بيقدر يكون مقتصر على القوى أو الوكلاء أو الأزرع، بده يطال أكيد الحرس الثوري بمكان ما. استاذ حسين، ربطا بالحديث عن تطورات المنطقة والميدان من غزة إلى البحر الأحمر، ماذا عن الاجتماعات المخابراتية في باريس التي ستبحث في موضوع الشهرين المقبلين والحرب في غزة؟ هلأ بالعبارة اللي استعملتها بالتقديم، دبلوماسية التفاوض والنار، أنا بعتقد المشهد اللي شفناه اليوم بين باريس وبين قاعة التنف بتصور هو بيعكس هذه، وبعتقد حتى اللي عمل الهجوم مش يعني ما نستبعد فرضية التوقيت يكون له علاقة بوحدة من وسائل الضغط على اجتماع باريس. كان لفت للانتباه بس بموضوع الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية، انه الأمريكان استعجلوا يقولوا انه القاعدة العسكرية داخل الأراضي الأردنية. كان لافت أكثر للانتباه انه الأردنيين أصدروا بسرعة بيان نفوا انه أن تكون القاعدة داخل الأراضي الأردنية، وهيدا بيعبر في مكان ما عن خلينا نقول تخوف أردني من محاولة متعمدة لتوريطهم بالمشهد التوتر الإقليمي. الحدث كبير، بس أنا بعتقد أنه الإدارة، إدارة بايدن يلي أصلا بتصور أنه العد العكسي، يعني لو وصول ترامب بلش قبل هاي العملية، يعني قبل عملية الضرب اليوم، بتصور أنه رح يكون على الآن بين حدين، حد انه الجمهوريين عندهم مصلحة يدفعوه لردة فعل متهورة بأي اتجاه، سواء بأي اتجاه اللي كان، يعني هيدا حد وما بده يروح لقاله هو، لانه هذا ممكن يصعب له اموره اكتر. وبين حد انه في ضرورة يعمل شيء ولو كان متواضع، انا بفترض انه بده يتواضع اكتر ما بده يروح على مرحلة الجنون. دليل على ذلك هو اجتماعات باريس، اجتماعات باريس اللي الرعاية الاساسية لها امريكية، حضور مايكل بيرنز مدير المخابرات الأمريكية، مدير المخابرات الإسرائيلية ديفيد بارنيع، مع رئيس الشباك رونين بار، مع عباس كامل مدير المخابرات المصرية، وأيضا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل تاني. ردود الفعل الأولية اللي طلعت هلأ من تل أبيب بعد انتهاء الاجتماع، خلص الاجتماع الليلة، نحكى عن حصول تقدم وأجواء بناءة، ولكن ليس الاجتماع كافيا حتى الآن. شو هي الخطة اللي قدموها؟ يعني عمليا هي خطة تقدمت عبارة عن دمج مجموعة أفكار تلقاها تلقاها المصريون والقطريون من حماس، وفي أفكار تلقوها الأمريكان من الإسرائيليين. هذه الأفكار اللي بتروح بتحكي عن مرحلتين، مرحلة أولى لمدة شهر
بيصير وقف للعمليات الحربية وليس هدنة أو وقف إطلاق النار كما تطالب حماس، ومش هدنة مثل ما كانت عم تطرح إسرائيل، شيء بيشبه الـ 2006 عنا وقت اللي انتهت الحرب عند وقف الأعمال القتالية. بهاي المرحلة الأولى بيصير في إفراج عن كل النساء بما فيهن المجندات، الجرحى، المرضى، وما تبقى من المسنين، بعتقد ما عاش في اطفال، بفترض هيك انه ما عاش في اطفال، مقابل ثمن ما بدها تحاول تزيد المعادله الرقميه حماس بهذا المشهد. اثناء تنفيذ المرحله الاولى اللي مدتها شهر تبدا اثناء تنفيذ المرحله الثانيه، المرحله الثانيه لها علاقه باطلاق سراح كل العسكريين، نحن عم نحكي عن 136 واحد عندهم لحماس، يقال انه في ما بين 20 و30 هن صاروا عمليا قتلى نتيجة العمليات العسكرية، هيك تسربت المعلومات الإسرائيلية أقله. أثناء المرحلة الأولى تبدأ المفاوضات للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية رح يكون عنوانها صفقة متكاملة، بتصور خلال شهرين بيكونوا عم بيوفروا له السلم لنتنياهو لينزل، لأنه في جزء منه لهذا المسار عم نلمسه بإعادة الانتشار اللي بلشت بجنوب ووسط غزة، بلشوا يسحبوا فرق من خان يونس، واحدة منهم كيرياتي اللي من الوحدات، بلشوا يسحبوا المظليين. في حكي جدي عن زيارة لبلينكن إلى المنطقة في النصف الأول من الشهر المقبل، رح تكون مرتبطة بجزء أساسي منها باجتماع باريس. هيدا كله كيف بينعكس على الجبهة الجنوبية عنا؟ في بالجبهة الجنوبية مجرد ما يصير في وقف أعمال حربية في المرحلة الأولى والثانية، يعني أنت عمليا إذا نجحت هاي المحاولة، بعد عم نقول يمكن ما مش بكرة ولا بعد بكرة، بس هي عملية جارية، لأنه في هون بس بين مزدوجين في إشكالية بعدها عالقة عند الإسرائيلي لليوم، وهو هذا جزء كان مفاوضات باريس، يعني جزء طرحت في اجتماعات باريس. الإسرائيلي اعتبر حاله أنه خلص جزء من شغله بالشمال وبالوسط وبجزء من خان يونس، وكان عنده مشروع يفوت على منطقة الجنوب، بده يفوت على رفح وعلى معبر فيلادلفيا. نعم. هيدي العملية ما قدر يعملها الإسرائيلي بفيلادلفيا، كيف بده يعملها؟ عم بيجرب يعمل صيغة مع المصريين، قدم للمصريين مجموعة أفكار حتى يتفادى موضوع ما يسمى محور فيلادلفيا. محور فيلادلفيا هو خط الجنوبي لقطاع غزة 14 كيلومتر، بده بموجب أحد ملحقات كام ديفيد بال 2005 معش السيادة للإسرائيلي هونيكي، وهيدي منطقة الأمن مسؤولية بالدرجة الأولى المصريين. عم بيجرب يدفع أنه يكون كل المدخل لحماس ولكل القطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، يلي هو عمليا مثلث بيصير بأقصى فيلادلفيا عند الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية. إذا نجح عم بقول هذا المسار، أنت بتكسب من خلال الهدنة يلي ممكن تريح الوضع وبالتالي تنفس كل الاحتقان الإقليمي. نعم. أستاذ جان، بالنسبة للمشهد الجنوبي قبل ما ننتقل مباشرة ربطا إذا صار فيه هذا الارتياح تزامنا مع حراك الخماسية، هل الجبهة الجنوبية مرجحة لأن تهدأ على وقع المفاوضات الجارية في باريس؟ وعم نشوف أنه في تصعيد صار مبارح وفي كلام عالي النبرة للبطريرك الراعي اليوم. لسوء الحظ الجبهة الجنوبية منا ملف مستقل بحد ذاته ولذاته مثل ما بيقولوا بالمنطق، هي جزء من هذا الصراع أو الكباش القائم بالمنطقة، ويلي مستغرب بالفعل أطرافه. إذا بتطلع بالعمق أستاذ جورج، الحلفاء الموضوعيين مين؟ هني نتنياهو والنظام الإيراني متحالفين بمواجهة مشاريع التسوية اللي عم بيطرحها بعض الغرب وبعض الأمريكي والبعض العربي. بس خد هذا المشهد، لما نحكى عن تقدم بالمفاوضات، اجتماع باريس، مشروع بريطاني للحل قالوا متقدم، مشروع أوروبي من 10 نقاط قالوا متقدم، شو صار؟ نتنياهو قام يضغط على قطر ويهاجم قطر بشكل عنيف، لبل استعمل أدواته الإعلامية بواشنطن لاستهداف قطر بقضية لوبي وتجسس على تيد كروز بمحاولة لأضعاف الموقف القطري. بالمقابل شو عملت إيران؟ هاجمت الموقع الأمريكي الأكثر حساسية. وبالتالي هذا التحالف الموضوعي عم بيكون في كباش. هل كباش إيران ونتنياهو ماشيين سوا برفض أي تسوية، الآخرين يبحثون عن تسوية؟ الجنوب اللبناني رح يكون عالق بين هذين الطرحين. إذا تقدم مشروع التسوية بينسحب على الجنوب اللبناني، وإذا تقدم التحالف الضمني الموضوعي
بين نتنياهو والإيرانيين التفجير بضل وارد، لبل ممكن زيادة التصعيد بضل قائم. أستاذ حسين، كيف يتصرف حزب الله حاليا على مستوى الجبهة ميدانيا؟ قبل ما انتقل ارجع لعندك استاذ، ما رح طول كتير، بس بدي أقول لك شغلي جورج. أنت عمليا عم نحكي عن جبهة بجنوب بأقصى عرضة بتوصل لل 14 كيلومتر بجنوب غزة، أنت عم تحكي عن جبهة بعمق 7 كيلومتر، كمان 7 وشوي، بتوصل ل 7 ونص أحيانا. هي عم نحكي غزة كليتها، عم نحكي عن كمان بالشرق 40 كيلومتر، 14 كيلومتر، عمق 7 كيلومتر، أحيانا بيوصل بمناطق شمال والوسط. هيدا قطاع غزة محاصر إلى آخره. اليوم عم تحكي أنت عن جبهة الجنوب اللبناني، جبهة الجنوب اللبناني عم تحكي عن 103 كيلومترات، عم تحكي عن عمق بيوصل لل 1400 1500 كيلومتر من هون لطهران، عم تحكي عن انه عن السلاح مختلف، عم تحكي عن محل مش محاصر، عم تحكي عن هيدي النقطة الأساسية، أهم شيء أنا ما في حصار. حزب الله كيف يتصرف؟ حزب الله يتصرف لأنه المعركة واقعة امبارح، اليوم، بكرة. إذا الإسرائيلي ما عمل هلأ ونشحت المساعي وما صارت المعركة، بيعرف حزب الله من 2006 أنه إسرائيل بدها تعمل معركة. بس هل سؤال، هل إسرائيل هلأ جاهزة تعمل معركة ولا مش جاهزة؟ بعتقد بكل المعطيات، لأنه الذريعة موجودة، كل الذرائع موجودة عنده للإسرائيلي يعمل، لأنه مش قادر يفوت بهاي المغامرة. إذا هو عم نقول بواقع غزة ما قدر طلع، أنت عم تحكي اليوم عن غزة سحب من دون إنجاز. عم نرجع بنحكي القضايا الأساسية، موضوع الأسرة، موضوع ساحة حماس، بلشت لنا المرة الماضية وهلأ اليوم ثبتوها الإسرائيليين عن موضوع حضور الحماس المدني بغزة بلملمة أوضاع الناس. وبالتالي أنا بعتقد أنه مش هالقد المشهد، يعني مثل ما عم بيحاولوا يصوروه أو يهولوا علينا أنه بكرة خلال ساعات جاي الإسرائيلي يعمل عملية عسكرية بلبنان. جان عزيز، الخماسية، يعني عم نشوف الحراك للخماسية. شفنا اللقاء اللي استضافه السفير السعودي في اليرزي للسفراء، عم ينحكى عن لقاء وزاري على مستوى الوزاري للخماسية بشباط، وعم ينحكى عن المعايير والمواصفات. هل تكفي المعايير والمواصفات لإنتاج رئيس في لبنان، أم يجب الدخول بالأسماء، يجب اقتراح أسماء والذهاب فيها إلى مجلس النواب، وربما تكون أسماء من وحي الكتل النيابية، يعني الخماسية، ألا يجب أن تدخل في الأسماء أيضا؟ الخماسية لحد اليوم عم تحاول تطرح احتمالين. الاحتمال الأول أنه تحصن جلسة مفتوحة الدورات الاقتراعية، تحصنها بالداخل عبر جولة على القوى السياسية، ممكن تبلش مع الرئيس بري هذا الأسبوع، مع أنه بعد ما في موعد محدد، وبالخارج بعد لقاء المرتقب، ويلي إذا انعقد بالسعودية بيكون مؤشر، وإذا ما كان على مستوى السفراء والمستشارين كمان بيكون مؤشر تاني. إذا الاحتمال الأول أنه بيحصنوا عملية الدعوة لجلسة، وبيجوا لعند الرئيس بري بيقولوا له اتفضل، نحن عملنا فرضنا بأنه حصلنا هذه الجلسة، أنت كنت متعهد بالدعوة إلى جلسة بدورات اقتراعية مفتوحة فلتكن. وهون بالفعل بيكونوا عم بيتركوا اللعبة بشكل، ما بدي أقول للصدفة، للحسابات الانتخابية والبوينتاج الداخلي. هل يؤدي إلى نتيجة هذا؟ ما برأيي لا. فإذن لازم يفوتوا بالأسماء. في احتمال آخر هو تكرار تجربة مؤتمر الدوحة، يلي صدر بيان عن مؤتمر الدوحة من ضمن نص البيان يسمي المرشح يلي حاز الإجماع. الخماسية بخلفيتها موجودة هذه الفكرة، إنما كانت موضع تباينات بين بعض أطرافها. الموضوع صار معروف وعم بينحكى وانكتب كتير عنه. بالمبدأ فكرة إجماع على اسم يتم تسويقه موجود المبدأ، لما انبحث بالتطبيق واجه بعض التباينات ومحاولات تنافس على الزعامة وحرتقات من بعض القوى اللبنانية المحدودة التأثير، مما أدى إلى تأجيل هذا الاحتمال الثاني. اليوم علقة الخماسية بين الاحتمال الأول أنه بنعمل جلسة مفتوحة بس ما عندنا اسم، وبين الاحتمال الثاني، وبين احتمال أنه بدنا اسم بس مش موجود. طيب، مش هيك يعني المراوحة يعني بعد قائمة. الخماسية هل عندها اسم مخفي، اسم مخبى للوقت المناسب؟ القسم الأكبر من الخماسية، نعم، القسم الأكبر من الخماسية معروف، يعني أنه على الأقل فيك تقول أنه السعودي
والمصري وخلف الأمريكي هن يميلون إلى ترشيح قائد الجيش. الفرنسي من بعد صدمته الأولى ومن بعد سلسلة التغييرات اللي هلأ عم بيعاني منها وعم بيحاول أنه يطلع منها، لو ما تنسى صارت 3 تغييرات أساسية، 1 على مستوى خلية الإليزي، 2 على مستوى وزارة الخارجية بعد التغيير الحكومي، و3 على مستوى جهاز الأمن الخارجي من بعد التغيير بين الأمني، بعد ما التقط أنفاسه لحتى يقول هو وين بده يروح. القطري القطري حاول يلعب سولو، هلأ يبدو أنه صار في إعادة إلى ضبط الأمور بالخماسية، خاصة من بعد الاجتماعات اللي عملها أمني بالدوحة وبالسعودية. قبل ما ننتقل لموضوع الموازنة بالختام، الخماسية وانطلاقا من حراكة، هل ستنتج رئيس؟ أول شيء خلينا نقول أنه الخماسية بيت بمنازل كثيرة، كل واحد عنده حسابات، والسعودي عنده حسابات واللي لها علاقة بالقطري والغير القطري. الأمريكي تاركهم يلعبوا كليتهم بوقت الفراغ، وقت اللي بده يضرب إيده على الطاولة بيضرب إيده على الطاولة. عمليا نحن قدام جبهة إشغال داخلية، كيف حزب الله عامل جبهة إشغال بجنوب عسكرية لإسرائيل ربطا بموضوع حماس؟ أنا بعتقد في حدا عملنا جبهة إشغال هلا إلى أنه يدق حدا الجرس. الرئاسة بلبنان إما منقطفها فجأة، منوعة على طريقة الدوحة، منلاقي اسم نزل علينا بالباراشوت كليتنا قالولنا هذا هو، أو في له شروط وقواعد. أنا بعتقد الشروط والقواعد لهلا مش ناضجة، ويمكن ما تنضج أنا مثل ما قلنا المرة الماضية من هون للانتخابات النيابية. ما رافق الانتخابات النيابية اللبنانية طبعا عم أقول ما رافق الجولة اللي ألغيت الجمعة الماضية اللي كنا حاكين عنها واللي رح تستأنف الثلاثة مبدئيا بزيارة لعند الرئيس بري، اللي صار الجمعة الماضية هو دليل. الاجتماعات اللي عم بيعملوها والهمس اللي عم بيعملوه الخماسية من تحت الطاولة وفوق الطاولة، وآخرون زيارة الموفد القطري لعند رئيس تيار المرد سليمان فرنجية قبل أيام، والقول له بشكل واضح وحاسم أنه لم يعد هناك مرشح ولن تدخل الخماسية بأي اسم، بعتقد هذا مؤشر على أنه رح تكون كل هذا المسار يعني مسار لن يفضي إلى أي نتيجة نهائيا. هني حاطين خطة لهم تبدأ باجتماعات الجمعة بهاي الأسبوع طيب. يعني بيخلصوها بيعملوا تقريرهم، بيصير في اجتماع طرحوا المصريين يصير عندهم، تحسسوا السعوديين طرحوا يصير بالرياض، انسحب ساعتها بسرعة المصري قال إذا بدهم السعوديين يصير عندهم يصير الاجتماع، ولكن السعودي كمان عنده مشكلة لهلأ ما ثبت موعد الاجتماع لأنه عم بيقول إذا لم تكن النتيجة مضمونة أنا ما بتحمل فشل بهذا الاجتماع. اجتماع ثم زيارة للدريون على بيروت نحكوا على موضوع المواصفات. بعتقد فكرة الدورة الانتخابية المفتوحة رح تكون هي واحدة من المسار، بس بتصور لا تفضي إلى أي نتيجة. بالختام بدي أحكي عن جلسات الموازنة، عنا بعد وقت قليل، انطباعك عن اللي حدث بمجلس النواب واللي طلع، وكمان الأستاذ حسين. انطباعي قلته الأسبوع الماضي بكرره، تأكد أنه ما عنا مسؤولين، ما حدا بده يبني دولة، كل المسار الانحداري الانحلالي التهديمي للدولة مستمر. أستاذ جورج، أنا بتحدى حدا اليوم يعمل استطلاع عند اللبنانيين، حدا من اللبنانيين يكون عارف شو صار بالموازنة، حدا يكون اهتم شو صار بالموازنة. أصلا هيدا المجال يلي هو بيأثر على حياة اللبناني أكثر بكثير من كل حرب غزة ومن كل حرب فلسطين، بينصاغ بشكل معقد وغامض حتى ما حدا من اللبنانيين يهتم فيه. أنا بس بدي أعطي رقمين وسؤالين. الرقم الأول عائدات الرجي، أستاذ جورج، إدارة حصة التبغ والتنباك الرجي بأدنى أعوامها بال 2022 فوتت للدولة 93 مليون دولار، بال 2016 وصلت تفوت للدولة 325 مليون دولار. قديش عائداتها بموازنة 2024؟ قدي بتقدر؟ قدي؟ أقل من 4 مليون دولار. هلا اكيد بيطلع لك شيء دمي من دمى بيبعث لك انه لا هيدي كان غلط بالطباعه، بعدين اصلا مش حدا بيلاحق، ما انتوا قطع حساب مش عم تعملوا لحتى نرجع نشوف قديش كانت المداخيل الفعليه. اقل من 4 مليون دولار، والحق مش على الرجي، نعرف شو المقصود بتخفيض هذا الرقم ولوين بدها تروح الاموال. بدي اعطي رقم ثاني بس ما بدنا نستفيد كثير. لا رقم ثاني سريع، مداخيل الدخول بدنا على لبنان قديش؟ صفر صفر. هلا كمان بيطلعوا بقول لك لا هيدي خطا بالطباعه بنصلحه. سؤالين، سي ار اس يلي هي بس حتى هول الحراميه اللي طلعوا مصرياتهم من البلد
وعم بيراكموا عليهم اللي هن مصرياتنا اصلا، وعم بيراكموا عليهم ارباح وفوائد برك هيدفعهم على فوائدهم الضريبه المعهوده سقطوها شطبوها. السؤال الثاني، الضريبه يلي محطوطه على ارباح الدعم وعلى ارباح منصه صيرفه يلي شكرا للنائب وائل بوفعوري يلي رجعها، هل رح تتلاحق؟ خلينا ننطر ونشوف اذا رح تتلاحق. بس بدي اختم بشغله، كل هاو عم بينعملوا لمين؟ كل هاو عم بينعملوا لمين؟ امبارح عم شوف ارقام هجرة اللبنانيين استاذ جورج، هجرة اللبنانيين بال 2023 175 الف لبناني هاجروا، بعشر سنين صاروا 620 الف لبناني هاجروا، هيدي الارقام الدولية للمعلومات. عم تعملوا موازنات وحروب لمين؟ مش رح يبقى لبناني بظلكم. استاذ حسين بالختام، الموازنه شو ملاحظاتك على الجلسات؟ الموازنه اولا بالسياسه انا بعتقد انه مجرد انعقاد الجلسه هو كسر لقرار المقاطعه، لانه اجوا كل الكتل عمليا، هلا مين فاتوا مين كملوا الى اخره، هيدي بس بالمبدا يعني العام انكسر يعني انكسرت المقاطعه، هيدي واحد. اثنين بالموازنه انا بعتقد انه وجود موازنه هو افضل من لا موازنه، بالرغم من خلل موضوع قطع الحساب وما في رؤيه للناس خصوصا بموضوع الخطة الاقتصادية المالية اللي بتوصل لموضوع الودائع. أنا بعتقد أنه صار في مجموعة خطوات يعني بالموازنة، منهم تحديدا اللي طرحه النائب وائل أبو فاعور حول موضوع عمليات الدعم الضريبة وموضوع الصيرفة، وعندك هلأ ثلاث نواب جايين على الاستديو. أنا بعتقد لازم تسألهم سؤال واحد لثلاثة، هل الضريبة اللي أقرت على أرباح الدعم 10% ولا 20%؟ ما بعتقد رح يكون عندهم جواب واحد للثلاث نواب. السؤال الثاني، هل اقرت الضريبه على موضوع صيرفي ولا لم تقر؟ وانا بتصور انه صار في فوضى تشريعيه في 17 انا بعتقد صار في فوضى تشريعيه بالجلسه وما فهمنا مزبوط شو النتيجه، ما فهمنا يعني. وانا بخاف انه بقول انه بكره، لانه هذا بدها تنصاغ الموازنه بالامانه العامه لمجلس النواب، بدها تنبعث على الجريده الرسميه. هل بكره بس تصدر بجريدة رسمية رح يطلعوا بعض النواب يقولوا بدنا نطعن فيها لانه مش هاي الموازنة اللي نحن اقريناها وليش صارت طلعت بهالطريقة؟ لننتظر ونرى. لكن في عنا سؤالين لضيوفنا النواب، الضريبة اللي اقريت على ارباح الدعم 10% او 20% او 17 او الثانية صيرفة 17 بدل ايه صح؟ على صيرفة الضريبة اقرت او لا؟ ما هيك؟ ما في النواب مش عارفين، مش عارفين اذا اقرت او لا. بعتقد في اشياء ثانيه كمان بالموازنه مش يعني واضحة. لكن الحال هولي مثل عن اشياء عديده. انا بدي اشكركم جان عزيز وحسين ايوب على هذه الاطلاله الليله. الى اللقاء الاحد المقبل مع عناوين جديده وملفات جديده، شكرا لكم. بعد الفاصل الاعلاني بدي استقبل الوزير السابق رشيد درباسي اللي صار موجود معنا بالاستوديو، والحديث في السياسه والقانون والدستور من المحكمه الجنائيه الدوليه الى مجلس النواب اللبناني والحكومه، حكومه تصريف الاعمال وميثاقيه او مش ميثاقيه والى ما هنالك. ثم في القسم الاخير استقبل النواب غادة ايوب، قاسم هاشم وبلال عبد الله بعد هذا الفاصل الاعلاني. ونتابع هذه الحلقة من وهلأ شو في هذا المحور. أستضيف الوزير السابق رشيد درباس، الوزير السابق والقانوني والدستوري. مساء الخير معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، يعني معلش لقب قانوني دستوري، أنا محامي وكنت نقيب محامين، يعني ما بدي أضيف على حالي ألقاب ما بدي أي. على كل حال أنت يعني متواضع. تسلم، الله يخليك. مشهور بتواضعك. طول عمرك، شكرا. فبدنا نحكي نحن اليوم عن بالدستور وبالقانون وبالسياسة بين المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها، محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية وقراراتها، ووصولا إلى الواقع الداخلي اللبناني وما له علاقة بالحياة السياسية، إن كان التشريعية في مجلس النواب أو السلطة التنفيذية في الحكومة، والجدل الدستوري أيضا والسياسي يلي عم نشهده خلال هذه الأيام. بداية من محكمة العدل الدولية، مجرد قبول محكمة العدل الدولية دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعتبر وللمرة الأولى أنه وضع إسرائيل في قفص الاتهام، يعني وبحد ذاته يعتبر إنجاز. إذا بدنا نقول القرار يلي طلع
التصويت من قبل 17 مقابل رفض شخصين، إعطاء إسرائيل مهلة شهر لإصدار تقرير حول الأعمال التي تقوم بها وتندرج تحت إطار الإبادة. كيف تقرأ هذا التطور البارز وما هو مفعوله؟ يعني أولا أنت استنتجت كل اللي بدي أقوله، يعني بدي أقول لك أنه أنا يعني لحسن الحظ زودني الصديق العزيز الدكتور نواف سلام بنص الحكم، وصح لي أني هيك اتناقش شوية أنا وياه. الحكم مثل ما قلت أنت يعني في مفاصل أساسية، أولا إعلان صلاحية المحكمة، ثانيا إعلان صفة جنوب أفريقيا بصفتها دولة موقعة على معاهدة مكافحة الإبادة العنصرية، ثالثا التوجيهات الصارمة اللي طلعت من المحكمة لإسرائيل بأن توعز للجيش الإسرائيلي فورا بوقف كل الأعمال التي من شأنها أن تشرد الإسرائيليين أو الفلسطينيين أو تعرض حيواتهم للخطر أو إقاماتهم أو وسيلة وصول المساعدات. هنا أنا أريد أن أعلق أن كثيرا ممن قرأتهم يريدون نسبة 100% من كل شيء، وهذا فيه غلو وفيه بعد عن الواقعية، لأن محكمة العدل الدولية أولا ليست مجلس أمن، وهي تنظر فقط في قضية محددة هي مسألة الإبادة الجماعية، ولقد أثبت التقرير وقائع معينة تعتبر بمثابة قرينة للمستقبل عندما سيصدر الحكم النهائي. من غير المعقول أن يصدر الحكم النهائي من غير أن يأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في هذا القرار الإعدادي الذي قدمته. اللافت أيضا أن عدد القضاة هو 17، ولكن من بينهم قاضيان، واحد يمثل إسرائيل وواحد يمثل الجهة المدعية. حتى ممثل إسرائيل وافق على بعض بنود الحكم، من اعترض هو ممثل، مش ممثل يعني، القاضي الأوغندي أو القاضية الأوغندية. هنا نحن وجدنا أن هذا الحكم لأول مرة في التاريخ يخرج إسرائيل من دائرة عدم القصاص. إن إسرائيل الآن في قفص الاتهام. أهمية هذا الحكم أن غوتيريس وعلى الفور قد أودعه لمجلس الأمن باعتباره السلطة السياسية العليا في الأمم المتحدة، وعليها أن تتقيد بقرار محكمة العدل الدولية. وعليه هنا إذا قامت بعض الدول بعرقلة أي إجراء يمكن أن يتخذه مجلس الأمن تطبيقا لهذا القرار، يضع هذه الدول في إطار الشبهة. هذا ما استنتجته وما رأيته، أن هذا القرار يأخذ العدالة الدولية إلى مصاف جديد غير مستغرب. فنحن بمناسبة قرب استشهاد الرئيس رفيق الحريري نرى أن المحكمة التي عقدت في لاهاي وهي محكمة خاصة قد أعلنت أن الجريمة لا تفيد، لا يهم أن يقع القصاص على أشخاص معينين، بل إن مجرد التسمية هو قصاص بحد ذاته. طيب قبل ما انتهي لموضوع الرئيس الحريري، يعني طالما فتحت السيرة وقرينا وسمعنا أنه الرئيس سعد الحريري جاي بشباط، بدي أسألك عن هالنقطة، بس خليني بمحكمة العدل الدولية. من هلأ لشهر شو المسار المتوقع بالنسبة ل يعني في مخالفات بدأت إسرائيل ترتكبها، يعني مخالفات إسرائيل بدءا من التصريحات نتنياهو، وصولا مثلا امبارح في تصريح لوزير الاتصالات شلومو كرعي بيقول انه السيطرة الامنية المتكاملة على قطاع غزة امر اجباري ورح نواصل الحرب بغض النظر عن قرارات المحكمة. طب هيدا خرق، يعني هيدا خروقات يومية. هناك توثيق هذه الخروقات هل يجب ان يتم بشكل يومي ومن قبل مين ولمن يجب ان يقدم هذا التقرير؟ طبعا انت تعلم ان المدعي هو صاحب الدعوة، وهو الذي يحدد موضوعها ويقدم أدلتها، ولقد قامت جنوب أفريقيا
كل ما هو لازم لتقديم دعوة قوية مسندة ومعززة بالمستندات والوقائع وبالمشاهدات وبالتصريحات التي كان يطلقها الإسرائيليون. من هذا تصريح وزير المالية الإسرائيلي الذي قال: لماذا لم تقرر محكمة العدل الدولية أو تطلب إلى الدول العربية أن تفتح أبوابها لاستقبال الفلسطينيين؟ هذا يعني أنه كان يتوقع من هذا المرجع العدلي الرفيع المستوى أن يقبل بالترانسفير، أي أن يشحن الفلسطينيون من أرضهم إلى الأراضي المجاورة. كل هذه الأمور والازدراء الذي أبداه رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بالحكم وإمعان إسرائيل في التخريب والتدمير والقتل، كل هذه الأشياء هي أمور تتراكم كأدلة لكي تعزز أو تغذي المعطيات أمام المحكمة عندما ستصدر قرارها النهائي. طيب، هل قرار المحكمة سيكون ذو بعد معنوي فقط، أم يعني مجلس الأمن مش ملزم بتبني قرار محكمة العدل الدولية؟ طيب سيكون قرارا معنويا فقط أم ماذا؟ أول شيء، محكمة العدل الدولية هي أعلى مرجع قضائي أممي، يعني هي جزء من منظمة الأمم المتحدة، وهي التي تفصل في المنازعات وفي كل ما يدخل في اختصاصها، ومن ذلك القضية المنظورة أمامها الآن. مجلس الأمن الدولي عليه أن يحترم ذلك، فإذا أهمل احترام ذلك باستعمال حق النقد فإنه يضع الدول التي تنقض في خانة الدول غير المحبة للسلام والموافقة على الإبادة العنصرية وعلى التهجير وعلى القتل. وبالنهاية نحن نعلم أن المجتمع الدولي محكوم بقوى هي التي تتحكم بمسار الأمور، ولكن ما جرى في المحكمة العدوانية، القرار الذي صدر، هو عبارة عن عنوان يسجل في التاريخ لحق الشعب الفلسطيني ويغذي الشعب الفلسطيني بمعنوياته لكي يتمسك بأرضه. بدأ انتقل من محكمة العدل الدولية إلى العناوين السياسية الداخلية في لبنان. قبل ما فوت على الموضوع الدستوري والسياسي بالنسبة للجلسات التشريعية وبالنسبة للسلطة التنفيذية وعمل حكومة تصريف الأعمال، سؤال عن عودة الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط. يعني هناك أخبار تقول أنه الرئيس الحريري سيعود ب 14 شباط 2024، هل ستكون عودة رمزية أم هي عودة سياسية أم هي عودة مرتبطة فقط بذكرى، وشو شكل هذه العودة؟ يعني أنا أبدأ بالاستشهاد بخطاب النائب ألا عون في مجلس النواب عندما قال: لو كان الرئيس سعد الحريري هنا لكانت أمور التسوية أو التفاهمات أسهل. في هذه المناسبة سيعود الرئيس الحريري لكي يشترك في ذكرى إحياء ذكرى والده الشهيد رفيق الحريري، ولكنني أعتقد أنه سيستقبل برسالة صارمة وقوية من الجمهور اللبناني، سواء ذلك بشكل الاستقبال أو بنوع الشعارات أو بالمطالبات. لماذا؟ لأن المرحلة التي نحن فيها تتأرجح بين احتمالين: احتمال التسوية واحتمال الانفجار، وكلا الاحتمالين لا يحتمل أيهما الفراغ. وبالتالي إن وجود الرئيس سعد الحريري كمرجعية ثبت أنه لا زال يحافظ عليها، أو لا زال جمهوره يحافظ على دوره فيها، لا يمكن أن تترك الأمور على غاربها كما هي بدون أن تكون هناك ركائز ومرجعيات تستطيع أن تستنبط أو أن تبتكر حلولا وسطا في ظل هذا التجاذب الرهيب، سواء كانت هناك تسويات لرئيس. طيب، هل الظرف جاهز ومؤاتي؟ هل هو يرغب بالعودة السياسية؟ هل الظروف مؤاتية لحتى يرجع
هل الفيتو أزيل عن عودته إلى الحياة السياسية؟ يعني هذه أسئلة وعلامات استفهام كثيرة وكبيرة، من يملك الأجوبة عليها؟ طبعا أنا يعني لا أملك الأجوبة، يعني أنا ما بعرف كثير حاسمة، بس بعرف شوي. طب أنا اللي بعرف بتعرفه خبرنا. اللي بعرفه، اللي بعرفه أنه هو رجع، واللي بعرفه كمان أنه هو ما خرج من الحياة السياسية. هو قال بخطابه المشهور إنني أعلق عمل تيار المستقبل في السياسة مؤقتا. طيب هل مؤقتا؟ والتعليق هو تعليق مؤقت أيضا، يعني بيصير يعلق على شرط، إذا تحقق الشرط بيزير التعليق. الآن الشرط تحقق على بيرفكسيون مثل ما بيقولوا، يعني اللي هو يعني اللي هو هذه الفوضى السياسية الداخلية بدها مرجعيات تعرف تتفهم مع بعضها. الآن مين عم يتفهم مع مين؟ أنت بتشوف إنه التلفزيونات والتصريحات كلها سوا، كل واحد بيعبر عن حاله، ما حدا بيقدر يدعي أو يزعم إنه عم يعبر عن شريحة كبيرة من اللبنانيين. كان لسعد الحريري ذلك الحق، لأنه كان وما زال يتمتع بمستوى تمثيلي لا يستطيع أحد أن ينكره. إذن هو مضطر أن يعود، وهو عندما سيستقبل من قبل الناس ويشعر أن الناس تتمسك به، إذا حصل ذلك فهو سيكون مرغما على أن يرسم سياسة جديدة لغيابه أو لحضوره أو للغياب والحضور المترجح بين هذا وذاك. بس هذا الرسم الجديد كيف بده يتحقق؟ بأنه ما عنده كتلة نيابية، لأنه ما فات بالانتخابات النيابية، ما عنده يعني داخل السلطة التنفيذية، داخل البرلمان، يعني كيف سيكون شكل حضوره السياسي فيما لو قرر أو أتيح له أو كانت الظروف تسمح بأنه يكون في عودة سياسية؟ سيد جورج، قديش له غايب الرئيس الحريري؟ سنتين. حضوره اختفى، يعني حضور جمهوره اختفى، ما كل واحد كلهم يدعي وصلا به، هو اللي ما بده وصل هلأ، بس بده يرجع. حتلاقي النواب اللي او كميه من النواب بيقولوا له احنا معك. بس العبره هون مش بالكتله النيابيه اللي موجوده. يعني برايك عودته رح تسمح بانه يكون مرجعيه لكتله نيابيه؟ مش ضروري ممكن تكون موجوده، ممكن تكون، بس مش هذا المهم. المهم مرجعيته الشعبيه وحضوره السياسي. بهالإطار هيدا، يعني حضوره السياسي برأيك قد يساهم بإنتاج حلول معينة على المستوى الداخلي؟ يعني لنقل رئاسة الجمهورية مثلا، شو قادر يعمل إذا كان في؟ هلأ شوف، نحن إذا بنتذكر إنه في كتير هو قضى وقته يبحث عن حلول من وقت اللي ابتدى بترشيح الأستاذ سليمان الفرنجية، وتقريبا أنجز المشوار لآخره. يعني هلا مثلا اذا بيرجع بصير بيشجع على خيار سليمان فرنجي؟ ما بعرف يعني بصير بيشجع النواب؟ لا، انا ما بعرف. انا اللي بعرفه طالما عم تقول لي كان انه اذا بيجي سيكون هو عامل مساعد في في تبلوره اسماء ومواقف اذا اجى. اما اذا ما اجى بصفي كل واحد بيجتهد لحاله. يعني في فرق بين انه الموقف يكون مبلور ب بشيء محدد او يكون مبلور بشكل مشتت، ما بتزبط هي. انا اعتقادي اول شيء اللي بعرفه انا انه ما في فيتو هلا عليه، اللي اطلعت عليه انا انه هو الان علاقته طيبه بالمملكه العربيه السعوديه وفي مفاوضات وفي حكي، وليس هذا هو الان المانع الذي يحول دون عودته. انا اللي بعرف انه هو يمكن بمرحلة من المراحل، يعني ما في حدا غير سعد الحريري عمل نقد ذاتي علني عملي، قال أنا بهالمرحلة هي توليت كذا وكذا وكذا، أنا ما نجحت بالمحاولات اللي عملتها، إذا أنا عملت ركول، عملت أنا انسحاب وتعليق نشاط سياسي، ورجع هو يمكن يعيد النظر بسياسته ويشوف شو بده يصير بالساحه بغيابه. بالحقيقه بغيابه اللي صار بالساحه ما في شيء تغير، بالعكس اللي صار بالساحه هو ركود وتشتت. نعم. طيب هيديك السنه يعني اجى الرئيس الحريري بذكرى استشهاد والده، يعني اجى بالذكرى وما حكي ولا كلمه، يعني حتى كلمه ما قال. معقول هالسنه يجي ويعمل او يقدم مبادره سياسيه معينه حسب معلوماتك او معطياتك؟ والله استاذ جورج اقول لك شيء،
انا بدي اعول على الويجي، وبس يجي كيف ما كانت نيته، يدل ولا ما بده يدل، في ميكانيزم معين بده يحدث بينه وبين الناس، في شراره بدها تنطلق، هو بده يتكيف مع الشراره، مجبور يتكيف مع الشراره، مجبور يخاطب الناس، ما بيقدر يكتفي بقراءه الفاتحه على قبر ابوه حتى لو ما خطب على الـ على الـ على الضريح، راح يستقبل عدد كبير من الناس وراح يساله وبده يضطر يجاوب، وما بيقدر بقى ياخذ الموقف السلبي. انا باعتقادي ما بيقدر ياخذ الموقف السلبي، ولا ينبغي له ولا يحق له ولا يناسبنا ان يظل سلبيا. اذا حسب ما عم بفهم، اذا بدي اختصر، حسب معلوماتك لا فيتو سعودي على عودته الى الحياه السياسيه. بالدرجه الثانيه صار اقرب الى التجاوب مع مطالب الناس فيما لو رجع وكان في مطالبه شعبيه بعودته. لا اذا بيجي يا استاذ جورج وبيلاقي انفضاض الناس حوله، يمكن هو يعلن الانسحاب النهائي، بس هذا ما راح يحدث، حيحدث عكسه. نعم. اذا تعتبر انه اقرب الى العوده من البوابه السياسيه؟ نعم. هذه السنة. نعم نعم. واذا ما هو اقرب نطالبه بان يكون كذلك. نعم. شو بتقول له اليوم للرئيس الحريري فيما لو كان هلا عم بيسمعك؟ يمكن عم يسمعني، مين بيعرف. عاد بنقول له مرحبا. بنقول له مرحبا دولة الرئيس. هلا كل الناس بيقولوا، يعني ليك بقول لك شيء، الرئيس الحريري مش انه يعني منزه عن الاخطاء، ارتكب اخطاء مثل ما قلت لك، وعمل نقد ذاتي عملي. في ناس بيعملوا نقد ذاتي بالكلام، هو عمل نقد ذاتي عملي وانسحب يعني مؤقتا من الحياه السياسيه. ولكن بدي اقول له انه الاخطاء بتتصحح، والاخطاء هي رصيد للمستقبل، لانه بتعلمك انت كيف تمشي. وانا كنت اقول له هالحكي لاله، ولا عم اقول له اياه على الهوى. انت بدك تعرف انه انت مشيت بسياسه معينه، هاي السياسه معينه عولت فيها كثيرا على حسن نيه اللي تفهمت انت وياهم، ولم يكونوا على 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 قدر الظن، وبالتالي فشلت المحاوله. الان انا ماني عم اقول انه ارجع عمل انت سياسه مناقضه، انت بعودتك فيك ترجع تعمل دوزنه جديده للعمل السياسي. بالاول كان الحلف مشي لدرجه انه سلمهم كل شيء ايمانا منه انه هذا عجله الدوله حتمشي. تكتشف انه العهد السابق 3 سنين منه ما في حكومه. طيب هذا كله بحد ذاته كان يعني عم يحاول انه يقول سعد الحريري اني انا حاولت اني انشلكم من الفراغ على رئيس الجمهوريه، بس طلعنا من الفراغ لفراغ. نعم. ما تغير شيء. نعم. الان هو بحاجه انه يعيد النظر بسياسته، بس مش انه يعيد النظر بسياسته انه يجي يشهر الحرب. هو بده يرجع ينظم علاقات جديده مع الفرقاء السياسيين، بده ينظم علاقات جديده مع جمهوره، بده ينظم افكار جديده وبرنامج ومقترحات جديده، حتى لا يعني ما نقول انه البلد صار ماشي بحالة انعدام الوزن. نعم. بالختام معالي الوزير، ما شهده مجلس النواب، الحديث عن الجلسات التشريعية، كلام الرئيس مئاتي وكيف رد على الهجوم عليه، وانه الحكومة ميثاقية وكاملة، وانه في ناس بقاؤهم بالمشهد السياسي مرهون بتشغيل آلة الشتم وقلة اللياقة وإثارة النعرات. هذا الصراع السياسي أين منه الدستور والميثاقية والقانون؟ هالمشهد كيف توصفه؟ سيد جورج، أنا إلي محامي 58 سنة، ما شفت اللي عم تشوفه هلا. يؤسفني إني أقول لك كل كلام قانوني الآن وكلام بذيء، وهو بذيء منذ أن سولت النفس الشريرة لأصحابها أن يعبثوا بالدستور عندما قرروا تعديله لمرة واحدة، وصار بالآخر مثل السحاب عشرات المرات. لما بنلعب بالقانون الأساس بصفي بتستسهل انك تلعب بكل القوانين الأخرى، وبصفي القوانين بدل ما تكون هي مرجعية لضبط الخلل وتنظيم السير، بصفي القوانين هي وسيلة للمجادلة والمساجلة. يعني مفروض انه القوانين يطبقوها الناس، لا سيما رجال القانون، لا سيما القضاة. طيب بدي اسالك، انا عم اقول لك هلا، انا محامي،
أنا بشايف عدد كبير كبير من القضاة حولوا القانون من أنه هن يكونوا يعني جنود لتطبيقه إلى أنه هن بيحطوه صار بخدمتهم ويفسروه مثل ما بدهم وبيسقطوا عليه اجتهادات من خارج السياق. هذا ليش؟ هذا لأنه الخلل الأصلي بالدولة صار لابد أنه يصيب الجسم القضائي بشكل من الأشكال. الآن أنا اللي سمعته بمجلس النواب كل الخطابات اللي سمعتها فيها قانون وفيها غزة، بس بصراحة هذه القوانين هي عبارة عن السجال كان هو وسائل للمجادلة بس للنكايات السياسية. أما لما بيقول الرئيس مئاتي أنه انتخبوا رئيس جمهورية وحلوا عنا، هو يمكن ما بعرف كيف التعبير الشطب، بس أنه هو معه حق. ليش معه حق؟ أنا رح أقول لك هالشي وأنا قلت قبل هلأ عندك يا جورج، أنه كلهم عم يقولوا على الرئيس مئاتي أنه زلمة مغتصب سلطة. حبيبي الرئيس مئاتي عم يقود طيارة على ارتفاع 10,000 قدم، أنتوا برأيكم أنه هو أنه صالح يقودها؟ في عندكم واحد يقودها غيره؟ شو بتركها تنزل لوحدها؟ الآن الرئيس مئاتي مثل ما قال الدكتور جعجع امبارح، بهيك حالة الحكومة المؤقتة هي حكومة حقيقية بدها تعمل كل شيء، ما بدها تجي تمشي خطوة لقدام خطوة لورا. لما البلد عم يتهدم ما في غيره، وقف لشوف شو عم شو مكتوب. يعني أنا شوف لما بيكون في حريق أهم شيء تمسك النبريج وتطفي. هلا مين اللي ماسك النبريج مش مهم، هو اللي ماسك هو المفروض اللي ماسك النبريج دولة الرئيس. أنا بدي أشكرك معالي الوزير رشيد درباس على هذه الإطلالة الليلة يلي كانت إطلالة متعددة العناوين، من محكمة العدل إلى الداخل اللبناني. نعم. إلى عودة الرئيس سعد الحريري بـ 14 شباط. نعم. وهذه الإضاءة على ظروف هذه العودة. شكرا لك. في نقطة أخيرة بس بدي أقولها، أنه الآن بهذا الظرف شوف كيف عم تلاحظ أنت أنه في بذات الوقت مفاوضات حقيقية وعميقة، شيء عم يحصل بعمان وشيء عم يحصل بين السعودية وإيران، وبذات الوقت وبالتوازي في تصعيد قتالي بالنار، وهذا بيفتكر حاله أنه إذا كان صعد بيحسن الشروط هون والعكس كذلك. نحن خايفين بلحظة من اللحظات أنه تنطفي أضواء أو مكانات الحوار وتندلع النار. إيش إن شاء الله؟ لا يعني أنت شايف عم يتخطوا الخطوط الحمراء. مثلا امبارح اليوم صباحا في قصف على سكني طويلة عريضة لمقر الجيش الأمريكاني. نعم. عم يضربوا عم يضربوا ناقلات النفط، وعم يهددوا البحر الأحمر والخليج بالتلوث. نعم. شكرا لك الوزير السابق رشيد درباس ونقيب المحامين السابق. نعم. شكرا لحضورك معنا وأهلا وسهلا. أنا بتشكرك وبتشكر الشاشة وبتشكر الجمهور. يا هلا. بعد الفاصل الإعلاني سأستقبل النواب غادة أيوب، قاسم هاشم وبلال عبد الله، ونقاش في جلسات الموازنة، في عمل الخماسية، في خارطة الطريق الرئاسية بعد هذا الفاصل. ونتابع هذه الحلقة من وهلأ شو. بيسعدني استقبل النواب عضو كتلة الجمهورية القوية غادة أيوب، عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، وعضو كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله. مساء الخير دكتور بلال عبد الله. مساء الخير دكتور قاسم هاشم. عندك دكتورين والست غادة، أهلا وسهلا فيك دكتورة. مثل دكتورة. بس هن بسنان أنا بالقانون هو لا بالجلد طبيا. دكتور سنين، دكتور جلد، دكتورة قانون. والموازنة بدها شو دكتور؟ شو بدها؟ جراح. بدها تشريح. بدها جراح. طيب هالموازنة هل كانت جلسات موازنة أم جلسة نكايات سياسية وسجلات سياسية؟ يعني البعض يقول أنه أنتوا ما تعمقتوا بالموازنة، بس كان الهم نرد على بعضنا ونسجل مواقف ونعمل سجلات، شو رأيك؟ يعني عطول يمكن بيروحوا على الأمور اللي هيك بتاخد عند الناس شعبوية، لكن فعلياً بينسوا الجدية اللي على مدى 3 أشهر لجنة المال والموازنة وكل الأعضاء اللي هن بلجنة المال والموازنة وكمان بعض النواب من باقي الكتل كانوا عم بيشاركوا بشكل كتير جدي لمناقشة كل المواد مادة مادة اللي وردوا بمشروع قانون الحكومة.
لكن فعليا حتى نحكي المضبوط اللي صار، الحكومة أرسلت كرة نار إلى مجلس النواب ووضعتها بملعبه تحت، كمان سلطت سيف عليه أنه إذا ما بينهي المناقشة بثلاث أشهر لحية تصدرها مثل ما أجت من عندها بمرسوم. فإذا كان في عنا نحن همين أساسيين، أول هم هو أنه نقدر نكون عم نقدر نخفف من كل المواد اللي اجت بطابع تدميري كان للقطاع الخاص او وضع اعباء اضافيه على المواطن وعلى الكاهل الموظف اللي هو بعده عم بيقبض بال1500 وبده يدفع الضرائب على سعر 89000 مثل ما هن قدروا نفقاتهم. وبالتالي كان عندنا هم ثاني انه نقدر نحن نخلص من مناقشتها قبل ما ينتهي شهر كانون الثاني لحتى ما تقدر تصدرها بمرسوم. فإذا قدرنا عبر ثلاثة أشهر من الجلسات، بعتقد 26 جلسة، قدرنا أنه نحن نقدم بمشروع قانون معدل من قبل لجنة المال والموازنة فيه الحد الأدنى المقبول من التصحيح الأرقام اللي وردت من قبل الحكومة وإعطاء بعض الضمانات للمواطن بأنه ما لح يكون عم ينفرض عليه أعباء كتير إضافية من إزالة وإلغاء كل الضرائب والرسوم المستحدثة، تخفيف العبء الضريبي وغيرها. لكن تنقول أنه هيدي الموازنة هي موازنة راضيين عليها النواب، وهي اللي نحن منلاقيها أنه موازنة تعكس رؤية اقتصادية وإنقاذية شاملة بتقدر من بعدها نحكي عن تصحيح الوضع الاقتصادي؟ أكيد لا. طيب هي موازنة شو دكتور قاسم؟ موازنة موازنة على قاعدة السيء أفضل من الأسوأ أو شو يعني؟ طبعا اليوم لأنه هذه الموازنة مثل عم تقول غادة ما كان في إمكانية يكون أفضل من هيك. أفضل الممكن اليوم، الحد الأدنى الممكن أن يكون وفق المشروع اللي تقدمت فيه الحكومة وما فرضت الظروف. يعني طبعا هي موازنة لينا مثالية، صحيح ما حملت لا رؤية اقتصادية ولا إمكانية استنهاضية للواقع الاقتصادي المزري، ولكن طبعا اليوم وجود موازنة افضل من عدم وجودها. طيب بس يعني هي موازنة ضرائبية بامتياز، يعني دكتور عبد الله يعني لما بدي اقرا بنودها، يعني مضاعفة ضريبة الدخل على الرواتب والاجور، دولارة العقود التجارية، رفع رسوم البلدية بين 10 و20 مرة، فرض رسوم على جميع المعاملات الشخصية عند المخاتير، تعديل رخص السوق ولوحات التسجيل ورسوم السير، مضاعفة قيمة الغرامات في قانون السير، فرض رسم على المنتجات المستوردة من التبغ والتمباك والسجائر، ايضا فرض رسوم على المنتجات الكحولية المنتجة محليا، تثبيت رسم خروج على المسافرين بطريق الجو او البحر. يعني كل هيدي الامور اللي فيها ضرائب 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 ما عدا يا استاذ جورج تعديل هيدا، مع احترامي يعني لهذا التفصيل هيدي صار في حمله شيطره الموازنه بكل صراحه. ده شيء بحاجه لحمله؟ لا لا ايه بحاجه اكيد. لا لا يجب ان يقال موازنة، يا استاذ جورج يعني يجب ان يقال الموازنه ضرائبيه حكومه بالمياز. تصريف اعمال بإدارة متحللة مهترية بالمالية وغير المالية قدرت بالحد الأدنى تعمل موازنة تشغيلية. أنا ما عم أقول لا فيها إنجازات كبيرة ولا عم أقول يعني قادرة تعمل معجزات. ظرف استثنائي عملت الحكومة موازنة تشغيلية، أنا رأيي مشكورة أنها قدمتها بالوقت المناسب. في عيوب كتير أكيد طلعت الدكتورة معها حق، وتصور لجنة الموازنة عملت جهد استثنائي بفترة 3 أشهر. هلا اللي عم تفضل فيه الاستاذ جورج هودي موجودين كانوا، الشيء الوحيد هودي انت عم ترفع بالحد الادنى بما يتناسب مع سعر الصرف، ولا الا اذا بدك تخليه على 1500. نعم هلا فاذا خليه يكفي بس اذا بدي. فاذا مش مزبوط الحمله الشعبويه اللي طلعت بالاعلام، مع احترامي له وعلى كثير من السنه اغنياء البلد والهيئات الاقتصاديه البعض منهم، انه شو هالجريمه عم تعمل حق الاقتصاد الوطني. يا استاذ جورج في ناس بالبلد بدهم يطلعوا مصاري بدهم يدفعوا، في ناس بالبلد بيعتبروا جيبتهم الخاصه هي الاقتصاد الوطني. ايه بس كمان في ناس بالبلد بس كمان يعني في مواد كان المفروض انها تنحط
بسبيل انه كمان تدفيع فئات معينه اللي لازم يدفعوا. يعني مثلا الشيء اللي قدمتوه انتم كالحزب التقدم الاشتراكي اللي قدمه الاستاذ وائل بوفعور انه موضوع شركة. الضريبه على التجار اللي استفادوا من من الدعم وصلوا. انا بقول لك هيدي مثلا نقطه ايجابيه عم 46 ماده انشالت بالموازنه من لجنه المال من مشروع الحكومه الاول. في 20 25 ماده بيناتهم صحيح عم تقول الدكتوره فيهم عيوب ما بيتطبقوا، بس في كذا ماده لا بيتطبقوا كانوا، بس يبدو ضغط هذه الهيئات ما يسمى الهيئات الاقتصاديه انتج بحجه تحفيز الاقتصاد وعدم يعني ضربه هلا بالوقت الحاضر. اوكي تراجعنا ماشي الحال. اخذت الشيء هيدي الموازنه، موازنه تسويه، برجع بقول لك موازنه تسويه موازنه تشغيليه. نعم انا اكيد البلد مع هي الموازنه افضل من بلاها. البلد بحاجة أكيد لأكثر، البلد بحاجة لرئيس جمهورية، لحكومة، خطة تعافي اقتصادي، موازنة تستكمل ما قد يرد بخطة تعافي الاقتصادي. بالوقت الحاضر أنا رأيي بالحد الأدنى ما أنجز مع الإضافات اللي صارت بالجلسة وهلا بنحكي عنها يلبي حد أدنى من متطلبات الشأن نعم. الاجتماعي والصحي. بس اسمح لي أنا ما بوافقه لدكتور بلال الرأي. أنا أكيد مش حتوافقني لأنه لا. كانت اللي ألغوا بعض المواد هي لأنه اليوم إذا أنا بدي أقول مثل ما عم يتفضل دكتور بلال بالشق المظبوط أنه حكومة تصريف أعمال من واجباتها أنه تقوم بإعداد هذه الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب، لكن إذا هي تشغيلية ليه بده يكون فيها فرض ضرائب؟ يعني هول عم تحكيون هن ضرائب لم تستحدث، هن فقط تغيير بمعدلات الضرائب لتكون بتتناسب مع التضخم اللي صار. لكن فعليا كان في عدة مواد تستحدث ضرائب جديدة وبتفرض رسوم جديدة ما كانت موجودة قبل. إذا هي بالحد الأدنى تشغيلية ليش بدها تفرض؟ ما بدها تفرض ضرائب جديدة، خصوصا أنه هي ما عم تعطي حوافز للاقتصاد تيدلو هو اللي رجلج لحاله الاقتصاد الخاص والاقتصاد الشرعي. كيف فيكن تعملوا؟ بس النقطة اللي قاموا عليها الهيئات الاقتصادية وهون اللي كلنا عم نحكي فيه اللي هو عطول المواطن الملتزم بالدولة والمكلف الذي يسدد الضرائب هو اللي بنرجع بنحط عليه عبء ضريبي أكبر وأكبر وأكبر. بس بالباقي الوقت يعني وقتا نحن نجي ونشوف ودكتور بلال كان معنا بالقصة، يعني نهار اللي في النافعة مسكرة، نهار اللي في العطارية مسكرة، نهار اللي في تهرب ضريبي إن كان لأنه في تعطيل ما في أجهزة سكانر على المرفق ولا غيره، في إيرادات للدولة ما عم تقدر تحصلهم لأنه في عنا إدارة عامة موظفين منهم قادرين يكملوا بشغلهم، أو في كمان بعض يعني مثل طبعا نقول يعني مثل كأنه متراخين بالقيام بدورهم، ما فيهم يقلبوا هيدا العمل على المواطن تهو يرجع يمول الدولة. فإذا لو كانت تشغيلية كانت مثل ما هلأ صدرت عن لجنة المال والموازنة بالحد المقبول، مش مثل ما أجت من عند مجلس السؤال. دكتور قاسم يعني كمان حكى أنه صار في نوع من الفوضى التشريعية يلي ما قدرنا نفهم مظبوط، وحتى قال مش كل النواب فهمنين مظبوط بعض الرسوم أو النسب. يعني مثلا كان الأستاذ حسين أيوب زميلنا عم بيقول في وصية وحملك وصية تمنى علي أسألكم سؤال عم بشير علي أستاذ حسين أيوب إنه الضريبة اللي أقرت على أرباح الدعم هي 10% ولا 20%؟ لا 10 كيف صدرت؟ شو بتبقى 10% والاقتراح كان عشرة بالمية. خليني بس يعني استكمل حيلك قاسم. أول شيء بمقدمتك أستاذ جورج، حكما بنقاش الموازنة النواب بناقشوا السياسة العامة بالبلد، يعني فهمت ما تلومهم أنه بغياب الهيئات التشريعية العادية ما عم بيكون في مناسبة أنه النواب يعبروا عن رأيهم بكتير محطات سياسية. اثنين، الجو الديمقراطي اللي كان موجود بالجلسات وأن كان تخلله مرات بعد التناتشات احيانا، ولكن هي دليل عافي، يعني بالعكس ناقشنا بكل ماده وكان في كل نائب باي كتله انتمى حط عبر عن رايه بالكامل. مش مزبوط كان في فوضى تشريعيه، بالعكس كنا عم نحاول حتى المواد اللي استحدثت يعني بالجلسه اللي بينهم اقتراح اللي تقدمنا فيه كلقاء ديمقراطي من قبل رفيق وائل بموضوع الغرامه على من استفاد من السلعه المدعومه او من استفاد من الصيرفه، بالعكس اخذت نقاش طويل
واستعنا بخبره الرؤساء اللجان، استاذ ابراهيم كنعان رئيس لجنه الوزن، استاذ جورج عدوان، بس حتى ما علي حسن خليل، بس ما نستفيد فيها. بس هي النتيجه طلعت 10%، يعني 10% على كل ما نستفاد من الدعم، وهذا المبلغ يقدر ب 11 مليار و200 مليون دولار. نعم، اساسا راح اكثر قسم منه على المحروقات، جزء اساسي من المحروقات راح على سوريا مش على لبنان. اثنين على المواد الغذائيه اللي ثلاث ارباعها كمان تهرب وصل على افريقيا وغير محلات. هودي التجار اللي استفادوا من الدعم بده يدفعوا ضريبه. طيب بالنسبه للضريبه على الصيرفه اقرت او لا؟ اقرت بالاذن من الدكتوره. اقرت اكيد، لانه في حمله انه ما اقرت. هذه وراها كبار الصرافين، المافيا اللبنانيه الغير لبنانيه المشتركه اللي كانوا يهربوا الاموال، عم بيطلعوا دعايه انه ما اقرت. اقرت او ما اقرت؟ اقرت. اوكي، اقرت او ما اقرت؟ اللي نحن ما عندنا يعني موقف مزبوط هو معرفنا اذا صارت غرامه ولا ضريبه. إذا بقي ما هي النص الأساسي اللي كان نص الأساسي اللي إجا من الحكومة هو كان عم يتكلم عن ضريبة استثنائية بقيمة 17% على المضاربات اللي صارت نتيجة الفرق بين سعر الصرف وسعر الله. لكن وقتها انطرحت كان في عدة آراء بقلب الجلسة واللي هي أعطت هاللغط، لأنه بآخر يعني من بعد 3-4 ساعات كان في كتير يعني في تعب. 17% اليوم لا، أول شيء اللي انطرح آخر شيء كان 15% قيمته مش 17%. تاني نقطة كان في نقاش حول إذا هي غرامة استثنائية على أعمال المضاربة أو هي ضريبة استثنائية، لكن اتنيناتهم في مانع قانوني وين تطبيقهم، واللي هو ما بيحق لك تفرض ضريبة أو غرامة على أمر مفعول رجعي. هون كان الحديث من قبل أستاذ جورج عدوان ولا غيرهم بأنه نحن منعدل قانون العقوبات اللي فيه بقلبه يتكلم عن غرامات واللي هي بتطال اعمال المضاربه على العمل يعني الوطني، لتعديل قانون تتصير سارية المفعول. اللي احنا هلا ناطرينه هي الصياغه النهائيه اللي رسيت عليها هذه الماده، لانه بصراحه عده اراء وعده يعني افكار انطرحت، لكن فعليا كلنا متوافقين بانه هالمضاربات هالمضاربات هي بدها تتلاحى. بس الصياغه النهائيه وين بتقروها؟ بالجريده الرسميه؟ بالمحضر نهار التنين ببين بالمحضر الجلسه بكره. لا لحتى نشوف المحضر. انا بدي كمل شيء دكتور. بس هو بس هي يعني انحسمت انه 15%. بس هون انا بس بدي اشير لشغله انه تمت الملاحقه قبل وتحرك هيدا الملف امام النيابه العامه الماليه وتلاحقوا تحت عناوين اللي هن المواد 319-320 من قانون العقوبات اللي بيلاحقوا على قصه المضاربات بالعمله الوطنيه ومن يقوم باعمال بتضر بهيدا الموضوع. بس كانوا هون عم بيلاحقوا الصيارفة، ما توصلوا انه يلاحقوا كمان المصارف اللي قاموا او الشركات الكبيره اللي قامت. تفضل. وهون في نقطه زياده انه في سقف نحن طرحنا انه يكون في عنا فوق ال 15,000 دار العمليات اللي صارت من قبل شركات او افراد قاموا بهالعمليه تتكون فعليا مضاربه، ما نكون عم نلاحق الموظف ولا الشخص اللي هو عم يستفيد من 100 دار. دكتور تفضل. ليش انطرحت الفكره؟ مشان يعرف المواطن، مش موجهه للناس العاديين، هيدي موجهه للي لهطوا، بعتذر على التعبير، مليارين و200 مليون دولار. لا ما تعتذر لانه هذا تعبير هالقد دقيق يعني. بثلاث سنين بثلاث سنين بحجه صيرفه وللاسف شاركوا فيها كبار المتمولين المصارف، وانا بعرف كثير مصارف عملت لها شغلتها وعملتها، مدراء مصارف، اعضاء مجلس اداره مصارف، صار كبار الصرافين. وانا رايي هذا الموضوع، خليني بس اعطي امثله. اذا بدنا نناقش بخلفيه انه والله القانون مزبوط لا يجوز اعطاء مفعول رجعي، اوكي خلينا نناقش، بس انه ساعتها معناتها بس بدنا نناقش بكره قانون محاربه الفساد، بنقول الفساد من هون وبعدين او قبل. هي سؤال. اثنين الاسراء غير مشروع، انه والله اسرى من قبل. انا رايي هالمسائل اكبر روحيه الغرامه، خلينا نسميها مش الضريبه. انا مش عم ناقش يعني الدكتوره ارون، نتعلم منها احنا هالقصص، بس انا عم اقول بالمبدا بقصص من هالنوع المصلحه الوطنيه ترتقي فوق تفاصيل القانون. اذا في ضروره لان يدفع هؤلاء المرابون مفعول رجعي لازم يدفعوا. بس هي انحسمت غرامه ولا ضريبه؟
نحن دكتور آسف، هذا اللي كان اللي عم نقوله بعد لانه اكثر من راي. شو الراي يعني اللي سجل بالنهايه؟ طبعا شو السياق؟ غرامه استثنائيه، غرامه استثنائية. بس غرامه الاستثنائيه هون عليها اشكاليه دكتور. شو الاشكاليه تبعها؟ القانونية عادة نحن ما في عقوبة من دون جرم، يعني إذا ما كان هيدا الموضوع هو جرم ما فيك تفرض غرامة عليه. هلأ تجي تقول له للشخص اللي قام فيه إنه أنت عملت جرم وهو ما كان عارف. يعني هون كان الحديث بإنه ضريبة. هو أصلا موجود بقانون العقوبات، المضاربات ولا غيرها، بنجي منعدل نسبة الغرامة وقيمتها ومنعملها استثنائية أو من فعلها، لكن فعليا فيها تكون ضريبة استثنائية. إذا واحد شلطة فيها 500 مليون بس بدك تشوف مين سمح مليار له، وجا لعند مدير الفرع بهالبنك حطهم عنده واشتغل لي هنا، هذا 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 مش مخالفه؟ على مش الاكيد التواطؤ مع ناس ببصر في لبنان وتواطؤ مع الصرافين اللي برا، هي مش مخالفه؟ بس على الاكيد بس بدنا تصنيفها كمضاربة. انا رايي مصر في لبنان والمصارف بعوده معهم بالتفصيل بالتفصيل الممل كل مواطن اشتغل. هيدي فيها عمليا هاي بتطبق؟ اي اكيد تطبق عمليا. في اشكاليه لانه نحن بدون السقف هي حيطال اكثر من 50% من الشعب اللبناني، كل من له حساب مصرفي نفذ ولو عمليه ورتب بدون تحديد سقف. قالت لك الدكتور ايوب بالمحضر قالت لك انه مش صغار المضاربين لا لا هذه مش صغار مراد. ما حدا ما وصفنا استاذ جورج عدوين اقترح انه 15000 دولار ونزلت بمحضر الجلسه هي من قبل كتله التنميه والتحرير. تم الاقتراح بانه التعامل مع مصرف لبنان، العمليات اللي صارت مع مصرف لبنان من قبل الشركه، الاقتراح انه العمليات الكبيره بيكون بس ما عرفنا الصياغه النهائيه اللي رحنا بكره الصياغه النهائيه لازم بالمحضر الجلسه. طيب طبعا بس بتمنى عليك هذا من عشيشتك يعني اللي اخذوا هودي المصريات واللي هسه بلشوا يدفعوا للاعلام ولبعض المنظرين الاقتصاديين. منين اللي ما مش حسمي بلشوا يشيطنوا هذا الموضوع. كمان ما فيك تعمم، انا رح اقول لهم ما فيك تعمم دكتور. يعني لما بلشوا يدفعوا للاعلام انك عم تطال كل يعني ما بعض انا قريت الاقلام اليوم من يوم الاقلام لليوم عم بقراهم عم تبعهم. نحن لهم بالمرصد. مش خليني انقل رسالة من زميلك الأستاذ هادي أبو الحسن، النائب هادي أبو الحسن بيقول أنه هناك مطلب أساسي كنا توجهنا فيه للحكومة ما لحظته الموازنة، وهو استيفاء الرسوم على المقالع والمرامل والكسرات، وهيدا بيوفر أموال طائلة للخزينة من الممكن توظيفها في الشق الاجتماعي وبصندوق استرجاع الودائع. وانطلاقا من ذلك سأتقدم باسم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون بهذا الخصوص. حصلنا على دراسة أعدى الجيش اللبناني وفي 1506 كسرات بلبنان تلتهم 18 مليون متر مربع من جبال لبنان لا تدفع للدولة فيما يذهب جزء من الإنتاج وبيع المنتج كرشاوى إلى جيوب النافذين، وهذا الاقتراح سيقدم قريبا حسب ما بقول الأستاذ هادي. وبقول أنه لدينا تحفظ على المداخيل المرتقبة من تسويات الأملاك البحرية والنهرية، وننتظر استكمال المسح من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني كي يبنى على الشيء مقتضاه، ومن غير المقبول أن تكون المداخيل منها 2500 مليار فقط. سجل وقفه الرفيق هادي عم يصير لقاء ديمقراطي بالجلسه بهيدا الموضوع وبعد الجلسه، وانا رايي يعني هذا الملف عم يتابعه كان بتفاصيله هو مع وزير الاشغال، واكيد انا ما اعرف انه عم بلش يحضر اقتراح قانون بهذا الموضوع. على كل بالموضوع في كثير من المواد بمشروع الموازنه اللي يعتبروا فرسان الموازنه، وهول في امكانيه وكان الكلام واضح انه ممكن يتقدم فيهم الحكومه بمشاريع قوانين او يكون في اقتراحات قوانين من موضوع اللي هادي طرحه. يعني بس خلينا نقول انه الموازنه مثل ما صدرت هيدي الموازنه قابله للطعن امام المجلس الدستوري والابواب مفتوحه، وخصوصا انه هلا من اي ثغرات بطل في عنا الخوف بانه تصدر بمرسوم، صدرت بقانون وبالتالي يحق لاي 10 نواب انه يقدموا طعن فيها لعده ثغرات. هاتك ناوية على الخير، لعده الباب مفتوح، الباب مفتوح امام الكل، لانه في عده ثغرات، في عده ثغرات بقلب المواد ابتداء من فينا نبلش من على طول بانه هي مخالفه للماده 87 من الدستور صدرت من دون قطع حساب، لا بالرغم من انه ايجاد ماده بقلب الموازنه تسمح بنشر على ان يتم اعداد قطوع الحسابات خلال فتره سنه، بس نحن صرنا على هذا الوعد سنوات، لانه ادراج غرامات بالدولار
هيدا أمر كمان غير طبيعي. يعني في عدة مواد حطوا غرامات بالدولار، اليوم الدولة اللبنانية عملتها الوطنية هي الليرة اللبنانية، لا يمكن فرض غرامات بالدولار، وغرامات تبدأ ب10,000 دولار وتنتهي بسقف 35,000 دولار، يعني عم تعطي أنت استنسابية لتطبيقهم 25,000 دولار ويمكن مضاعفتها. في عدة ثغرات بقلب القانون. عم بتفكروا بتقديم كل الأبواب المفتوحة؟ كل الأبواب مفتوحة. مين عم بفكر بعملية هيك، وخصوصا انه صار في جدل ونقاش؟ يا ريت تعطيني جواب. عم بتفكروا بطعن؟ نحن بعد ما اجتمعنا، بعد ما خلصت الموازنة، اجتماع التكتل التنين، لكن فعليا كل الأبواب مفتوحة. إذا كان هيدا خصوصا انه نحن ما صوتنا مع الموازنة، تنكون واضحين، نحن صوتنا ضد الموازنة. نحن كان عنا هدفين، وأنا لجنة المال كان عنا هدفين، وعن جد اشتغلنا مع كل الزملاء، وأنا هون بشهد أنه كان في خلية نحل بقلب لجنة المال والموازنة من كافة الأعضاء اللي باللجنة وبرات اللجنة، همنا الأساسي تخفيف العبء وتخفيف الأضرار اللي كانت جاية من الحكومة. من بعد ما أنجزنا هيدا العمل ورحنا على أنه تم إقراره بقانون، وبالتالي ليست بمرسوم كما جاءت من الحكومة، صارت كل الأبواب مفتوحة أمامنا لحتى نكمل بموقفنا المبدئي. قد تلجأ كتلة الجمهورية القوية إلى تقديم طعن بالموازنة. في أصلا سمعنا من غير تكتلات كمان أنه في توضيح، بس توضيح في قبل الموازنة. كلتين على السريع قبل الموازنة، نحن أقرينا قوانين سمحنا فيها بجباية بالدولار رسوم المطار. مطار بدي اقول شغله، انا بدي اقول شغله، انا مع بس أنا الغرامات خطرين. صح، بس انا بدي اقول شغله، اذا بدنا نقول له لوزير الاشغال ليش جبيت هالقد مصاري السنه من 20 مليون دولار ل 300 مليون دولار السنه، لانك عم تجبي الدولار بتجبي اللبناني، يعني بنكون هيك عم. لا هيدا اقريناه بقانون. انا رايي لا، طول ما نحن سعر الصرف عندنا منه نهائي وثابت، نحن ملزمين نشرع ببعض الاماكن بالدولار، ملزمين بالمرفأ بالمطار. والوزير الأشغال هلأ مبسوط، يعني حائز على رضا القوات والتيار. لا 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 هيدي وزير صعبة. الأشغال أستاذ جورج صعبة، وزير الأشغال ظهر الجلسة، ظهر الجلسة بزعلان لأنه الموازنات بدو إياها لصيانة الطرقات وإصلاح أضرار السيول ما أخدش. هيدي النقطة اللي لازم نحكيها كمان ونوضحها، أنه مقولة صفر عجز هي منا مظبوطة. يعني اليوم تنكون واضحين، مثل ما وزير الأشغال اليوم مطالب بطريق المتن السريع ومطالب بدهر البيدر وبكل الطرقات اللي نحن عم كلها عم تشلق وعم تنهار، ما عنده الإمكانية أبدا بموازنته الحالية إنه يقوم فيها. نحن شفنا كمان بوزارة الاتصالات إجا عم بيطالب بالجلسة كمان منهم قادرين يدفعوا معاشات أجيره وغيرهم. فإذا في كتير طلبات من الوزارات وتشغيلية لم يتم إقرارها بقلب الموازنة. طبعا موضوع الموازنة تقديرية بالإيرادات وبالنفقات، يعني اليوم نحن بالنفقات ونحن نطالب باسم الكتلة والأكترية، يعني موضوع ما يحصل في الجنوب اليوم وبكره في اعباء اضافيه ما انا ملحوظه نهائيا. نعم. بالموازنه افتراضا. ايه طبعا، يعني حتى الموازنه كنا نحن عم نحكي وبالجلسه انه ما انا متوازنه اساسا، نحن الضرائب 46 ضعف على اساسها انرفعت، لانه ما زادت كثير، مش كل انواع الضرائب او الغرامات هي الموجوده كانت، بس رفعت وفق معيار 46 ضعف، علما نحن برواتب الموظفين بعدنا محلنا 7 أضعاف زدنا. طيب نحن عم نحملهم 46 ضعف، يعني إذا عم 46 ورواتبهم 7 أضعاف كيف بدهم يدفعوا؟ طبعا لذلك طلبنا الحكومة، نحن الدكتورة غادة وكل الزملاء، الحكومة ملزمة تبلش تحضر لسلسلة ترتب رواتب جديدة تنصف. منين بدها تمولها؟ منين بدها تمولها؟ أنا رأيي رئيس الحكومة بالجلسة قال في مصاري، صرح في مصاري، شرح وانا رايي، انا رايي ما حتمشي الدوله اذا ما حتقلع اذا في قطاع. قال الرئيس مئات استطعنا وقف الانهيار وبدانا بالتعافي، عنا بالحساب 36 بمصرف لبنان اكثر من 100,000 مليار ليرة نقدا، ولدينا اكثر من 1,000,000,000,000 دولار. يا استاذ جورج، هيدا كلام الرئيس مئاتي. استاذ جورج قال دولة الرئيس مئاتي هيدا الحكي. وصلنا على الجلسة، نحنا ما كنا بعد عارفين شو الواردات وشو النفقات وقديش إذا عنا عجز ولا لا. وصلنا أنه في 26,000,000,000,000 بالاحتياطي، هيدول محطوطين.
طلع انه هو اصلا هلا بدهم يعملوا اجتماع بمجلس الوزراء كلفة بدل الانتاجية 25,000 مليار. يعني الاحتياطي خلص، في عنده غير إضافة. البنزين بيوصلك بعد شيء 13,000 كمان. هيدول في عنا 13,000 مليار زيادة رح يروحوا على البنزين. عنا تبين معنا خلال الجلسة انه باعتماد الكهرباء حاطين بقلب الاعتماد 6,000 مليار تيغطوا كهرباء فواتير الكهرباء لمؤسسات ومصالح مستقلة مثل المياه اللي هن ما لازم يكونوا عنا بقلب الموازنة. هيدول مصالح ومؤسسات عامة، لازم هي هن بيشبوا رسوم، هن لازم يدفعوا رسوم وتشغيل الكهرباء. عندي من فإذا نحن اليوم هلا 5,000 مليار للجامعة اللبنانية وللمدارس الرسمية، فإذا نحن اليوم بلشنا أصلا بكسر مش بفائض. وهون القصة إنه هالمواطن وهالموظف وهالجيش وهالدركة اللي بدك تدفعه 46 مرة كل الرسوم طلعت، بدك تدفعه البلدية وبدك تدفعه غيره مرة. انت بس سبع منك زيد له على أساس راتبه، انت زيد له معاشات مساعدة اجتماعية وبيدفع عليهم ضرائب كمان، وهيدا منه عدالة. وفوق هيدا كله بس يطلع هلأ يعني اللي عمرهم 64 سنة عم يطلع على معاشه الأساسي اللي ما فيه أي زيادة. هلأ بدي أحكي عن التعويض، هيدي موازنة اللا عدالة. يعني إذا عم يحكينا دولة الرئيس مئاتي عن تعافي، ما في يعمل تعافي على حساب المواطن والموظف، ما في يعمل تعافي على حساب طبقة خسرت أموالها بالبنوك وعم تخسر أموالها كمان لأنه الضمان الاجتماعي مفلس وما عم يقدر يعطيها. من هون لازم نكون كلنا سوا واعيين، إذا بدنا الدولة توقف على إجريها وترجع تحصل واردات مثل ما عم يتفضلوا، لازم نكون عم نشوف شو هو الحل للموظف، لأنه الدولة والإدارات ما فيك تطلب منهم طالما هن تعبانين ومش قادرين يكملوا. قالكن انتخبوا رئيس حلوا عني. أول شيء سطبناها من المحضر لأنه عيب يتوجه لمجلس النواب المنتخب واللي هو آخد مش آخد الثقة منه يقول له حلوا عني. نحن عم نقوم بواجباتنا، لكن نتمنى من دولة الرئيس بري انه يفتح يفتح مجلس النواب بعد الاصوات اللي تطورت هو قال له اكثر من هيك. يا ست يا ست غادة، هو مش قصدك لإلك، قاصد اللي انقلب السحر عليهم حسب ما هي حسب ما مفهومك انت يعني. لا مش حسب مفهومي، حسب اللي قلتي. سنتين ونص كنا معطلين حتى يجي الرئيس ميشيل عون، اليوم صرنا سنة ونص وكمان عم يجي يحكي بالتعطيل. ما التعطيل هن اساسه. انا بتشارك مع الدكتورة غادة، ما حدا بيتواجه بالضمان معها اكيد، ما حدا بيوجه الكلام لمجلس النواب انه حلوا عنها اكيد. بتصور رئيس مهدي مش قصدها، ايه وانشطبت عم تقول، ايه قال مش قصدها بس يعني بس قال اكثر منه. النائب ميشيل الظاهر بيقول لك دكتور بلال انه في ناس لهطت مثل ما قال الدكتور عبد الله وفي ناس ما لهطت، ليش بدنا نحط ضريبة على الكل؟ خليها تقوم المالية بواجباتها وتحاسب. صرنا عم نعامل الآدمي والأزعر بنفس المعيار. بالاقتراح تحية للأستاذ ميشيل اللي بقدر نستفيد من خبرته، نحطت دقائق التطبيق بنحط بوزارة المالية وفقا للجداول الموجودة بمصرف لبنان والمصارف، معناتها اي انسان غير مخالف مش حيطال الموضوع. قبل ما فوت على بريك كمان في اسئله كثيره عم تحكي عن تعويض نهايه الخدمه. نعم. يلي ما اقريتوه يعني تعويضات. انا طلبت سحبه انا والوزير علي حسن خليل. ليش طلبته سحبه بالصيغه؟ لانه الصيغه احتسابه على اساس قيمه 15. استاذ جورج، النية سليمه والهدف سليم ونحن بدنا اياه وحنشتغله. الصيغه المحطوط فيها كان بالموازنه اللي هو جاي من الحكومه، هذا الاقتراح مش جاي من الحكومه، طلع من لجنه المال والموازنه، ومشكورين اللي اقترحوه. انتبه، برجع بقول لك النوايا سليمه ولازم تصير، ولكن تبين بالصياغه الموجوده فيه. اول شيء في تمييز بين قبل 23 وبعد 23، هي بدها تدقيق اولا. اثنين، مش محدد بالضبط بالاقتراح من سيدفع الاموال، اصحاب العمل او الدوله، القطاع العام والقطاع الخاص. ايه القطاع العام. ثلاثه مثل ما تفضل فيه القطاع العام، مين بده يدفع عنهم؟ فهذا الموضوع طلبنا وتشاورت انا مع وزير العمل مع إدارة الضمان، حناخده نسحبه ونرجع نقدمه معجل مكرر إن شاء الله بقرب. يعني حتى عليه. حتى المدير مدير الضمان طلع صرخته نفس اليوم اللي انحكى فيه وقتها باللجنة،
حول الاقتراع. انه مين بده يدفع هون؟ بدنا ننتبه، بدنا ننتبه هلا انه هلا بده اعاده صياغه واعاده ترتيب ويتقدم بقانون معجل كهرباء سينية للعمل. التزمنا فيه بالجلسه. لا بس هون، بس هون بدنا ننتبه انه اصلا اقر مجلس النواب قانون جديد للضمان الاجتماعي وهيدا بده سنتين يتطبق ليكون انعمل كل المراسيم التنظيميه. لكن بدنا ننتبه كمان بالمادة 20 اللي هي بتفرض انه اللي بيقبض بالدولار يدفع ضريبة رواتب واجور بالدولار، تم اضافة نص على هيدي المادة كمان ناطرين الصياغة حتى نشوف شو هي هيدا النص اللي نزل، اللي هو شو اللي هو مثل وكأنه بيتم تجميد نهاية التعويض نهاية الخدمة لحين البت فيهم. لكن فعليا هون بدنا نشير انه نحن الموظف عنده حق مكتسب. اليوم في موظفين ما بينطروا تيطلع على نهايه الخدمه تيسحبوا تعويضهم بالقطاع الخاص، يمكن بيسحبوه قبل. فاذا ما فيك تجمد لهم هيدا التعويض لحتى يطلعوا وتقرر انت شو بدك على الامور. ناطرين هيدي الصياغه النهائيه نهار الاثنين، هاي الصياغه النهائيه بالمحضر، لانه للاسف انا بدي اقول لك ايه معك حق، هاي الصياغه النهائيه كان فيها مروج كثير كبيره بقلب مجلس النواب، مش من كل النواب، لكن في بعض النواب مين كانت عم يتصرفوا بطريقة كتير شعبوية، لدرجة المزايدات اللي صارت هي ما بتكون لايقة بالعمل التشريعي، وخصوصا من بعد 26 جلسة. طب مين يا ست غادة؟ قولي لنا مين أي نواب؟ احنا مالنا بمجال نوجه الكلام، حدا في اللي مين أي نواب؟ يا دكتور قاسم، أنتوا دائما بيصير أنتوا كتلة الرئيس بري، يعني رئيس المجلس، نتحمل نحن مسؤولية. طيب ما أنتوا لا طبعا كنا أنت واحد منهم؟ دكتور بلال عبد الله انا واحد منهم. انت بقول لك انت انا بيعلى صوتي بس بلاقي في تواطؤ ضد الناس وضد مصالح الناس كلنا هيك. واذا بدك تعاطف مع اصحاب العمل ومع اصحاب بيطلع صوتي مرات، بعتذر بس وبرجع. انا بس بدي لك يا انه اللي عم تحكيه الدكتوره غاده مظبوط، هيدا الموضوع حق للناس للتعويض نهايه الخدمه لحين اقرار نظام التقاعد الاجتماعي، هالسنتين الانتقاليتين وان شاء الله ما يطولوا اكثر. بس برجع بقول نحن التزمنا بالمجلس النواب حنعيد صياغته باقصى سرعه بالتنسيق نحن والضمان، وبدنا نحكي مع اصحاب العمل كمان انه في مبالغ تسبيح لنا بدنا يدفعوها. بس بدي انا قبل ما افوت على فاصل اعلاني، كل نتفه بتقولوا لي انه ناطرين الصياغه النهائيه بكره. طيب لا هيدا سحبناه لحظه. لا في الماده اللي زادوا عليها بعض التفاصيل. الصياغه النهائيه حدا يقول لي مين بيعملها هلا؟ امانه يعني سر مجلس النواب، امانه سر مجلس النواب، امانه سر مجلس النواب موجودين باشراف امانه السر. ايه ونائب رئيس مجلس النواب يعني الياس ابو صعب رايح على امريكا. بفتكر لا ما انه امين سر الاداره اداره مجلس النواب بتسجل كل شيء شفهيا وبتبطل التسجيل. لا ما كله لا. طيب فيما لو هالصياغه ما كانت عاجبتكم ما يمكن الطعن بتصير في صياغه مثلا انا ما كانت عاجبتني شو بتعمل؟ اقتراح قانون توحيد التصريح الضريبي والضمان ما كانت عاجبتني، قمت بالجلسه طلبت من الرئيس بري اعاده الصياغه لتكون اوضح. لا بس هلا يعني هلا هالموازنه تم التصويت عليها اوكي، فيما لو طلعت الصياغه النهائيه حسيتوا انه لا تتوافق يعني الاقتراح اللي عم بيقوله لازم نضوي عليه لانه كثير مهم، واللي هو توحيد واجت الصياغه غير اللي هو توحيد التصاريح الضريبيه والتصريح للضمان الاجتماعي. لانه اليوم المشكل اللي عندنا بيصرحوا للضمان شيء وبيصرحوا للضريبه شيء. هيدا الشيء اللي قدمه بس اجت الصياغه غير. غير. شو عملت؟ عدلنا الصياغه، رجع ضلت الرئيس بري اخذ بالاقتراح ومشى. بس هلا قصدي اقول اذا بكره طلعت الصياغه النهائيه ببعض المطارح لا تتوافق مع اللي انتوا صوتوا عليه شو بتعملوا؟ نحن انا تقول لك شيء، اليوم في حدا من النواب اقترحوا انه يرفعوا الضريبه على شركات الاموال الى 25%، تم رفضه هيدا الاقتراح. فجاه هلا عم نشوف بالصحف انه تم اقراره، هو لم يتم اقراره. ايه شو الحال؟ بتروح على الصياغه على المحضر وبتشوف بالمحضر شو صار التصويت، هو سقط بالتصويت. لكن في بعض الاصوات عم تقول انه اقر، لم يقر 25%، لانه اليوم نحن هلا فعليا بيدفعوا 17% زائد عند توزيع الارباح 10%. هن كانوا شو عم بيقولوا اللي عم يقترحوا 25%، بس ما نون ضايعين ما نون عارفين اذا 25% كلهم مع بعضهم ولا كل وحده لحال. ثاني شيء في اقتراح صار كثير خطير، موظفين مجلس النواب ولجنه مال الموازنه وامن السر جماعه عندهم خبره وعندهم كفاءه وعندهم مصداقيه، انا رايي هالموضوع ما بينلعب فيه.
يعني بانتظار الصياغة النهائية. مش بانتظار نعرفها. اوكي بس انه لا في اشياء ضايعة يعني عم تقولوا لي بننطر بكرة الصياغة النهائية. مش ضايعة، بنروح على المحضر تنشوف. بنروح على المحضر تنشوف. بعد الفاصل الإعلاني بدي أحكي عن الخارطة الطريق للخماسية الدولية وموضوع رئاسة الجمهورية مع النواب قاسم هاشم، بلال عبد الله وغادة أيوب بعد هذا الفاصل. ونتابع هذه الحلقة مع ضيوف النواب غادة أيوب، بلال عبد الله وقاسم هاشم. دكتور قاسم هاشم، بالنسبة للملف الرئاسي والخماسية، الخماسية سفراء الخماسية سيبدأون تحركهم بلقاء أو بموعد مع رئيس بري المفترض نهار الثلاثاء. صحيح. طيب. هذا المبين لها. شو المتوقع يعني انتو الرئيس بري شو متوقع من الخماسية؟ يعني موقفة واضح وعم بتفتش على خارطة الطريق وعلى مواصفات وعلى خيار ثالث، والرئيس بري متمسك بترشيحه للسامان فرنجية، وبدكن حوار بالوقت نفسه ومتمسكين بخياركن. طب كيف؟ خلينا يعني اذا بدك خلينا نرجع للبداية، مين بتحمل مسؤولية؟ الرئيس بري طبعا. اليوم اللي عم يصير باللجنة الخماسية بعتقد انه واضح صار من الافكار اللي عم تنطرح انه محاولة تقريب وجهات النظر، طرح معايير او مواصفات معينة والتفاهم عليها لتكون هي المساحة المشتركة بين كل الفرقاء. وهذا الموضوع يعني بعتقد حتى الكل واليوم كانوا عم بيقولوا وبعض التسريبات انه لا لن يدخلوا بلعبة الاستثماء مثل ما كان عم يتصرف. هلا بنحكي عن الدخول بلعبة الأسماء، بس طبعاً. أنا بكل بساطة يعني بدي اسمح لي اقتبس كلام الدكتور جعجع يلي نهار الخميس كان عم بيقول بلقائه ضمن برنامج صار الوقت، عم بيقول إنه سفراء الخماسية عادوا إلى الاجتماعات، لكن الجولة الأولى ماتت قبل ما تبلش، لأنه الرئيس بري لا يزال متمسكا برئيس تيار المردة سليمان فرنجية. طيب هذا ما بيمنع، عم بيعتبر الدكتور جعجع انه ماتت قبل ما تبلش الجولة بسببكم، بسبب تمسك الرئيس بري بسليمان فرنجية. شو ردك على هالاعتبار؟ هذا الموضوع يعني خلينا نقول لو كان كل الفرقاء استجابوا لمبادرات الرئيس بري بموضوع الحوار والتواصل، بدوش ما حدا في حدا ما بيعجبه مفهوم الحوار أقله بالمفهوم العادي، إيه لكننا وفرنا كتير. وحتى رغم ما أعلنوا عن دعمه لترشيح اسم معين، هو قال ما نتفق عليه ونتفاهم عليه من مواصفات قد تنطبق على شخصية أو اثنين أو أكثر، صندوق الاقتراع هي الفاصل وبمهل محددة. يعني بالبداية كانت مفتوحة المبادرة، لاحقا بيطور مبادرته وقال انه بحد الاقصى اسبوع وقد تنتهي في اقل من ذلك. هيدا الشيء يعني صار مثل لا هيدا الشيء صار قبل. بس هو اليوم نهار الثلاثاء الرئيس بري شو عنده يقول للخماسية؟ بده يسمع من الخماسية شو عنده، لانه هن عم يجوا عم يطرحوا الخماسية معلنة موضوعها انه بدهم يجتمعوا يتبادلوا المشاورات بشباط في اجتماع على مستوى المركزي، على مستوى الخارجي بالرياض او ما بعرف وين. بعدين رح يجي لودريان يعلن المواصفات، على امل انه بعد من الرئيس بري يفتح مجلس النواب بجلسات متتاليه لانتخاب رئيس. على اي اساس؟ هل يعني نحن ما كان اخر جلسه كانت شبه مفتوحه؟ اي شبه مفتوحه ما فليته يعني نحن عطلتوا النصاب. اول شيء هذا موضوع حق ما فيك تمنع حق او حدا. مش حق يا ست غاده، حق باللعبه الديمقراطيه بالمنطق ما فيك تمنعني، ما في شيء. وين الاليه الدستوريه اللي بتسمي موافقه على تفسير الاجتهاد؟ لانه مارس دوله الرئيس بري تجربه الحوار بجلسه الموازنه، اختلفوا النواب على البلديات وعلى الزياده، فبيقوم بيقترح الرئيس بري على النواب بأنهم يتشاوروا بين بعضهم ويطلعوا بنتيجة. بلش التشاور داخل قاعة مجلس النواب، ليه أصار في فوضى؟ قال لهم بتمنى على كل كتلة
تختار نائب يطلعوا يتشاوروا برا ويرجعوا بنتيجة. ظهروا هالتكتلات كلهم لبرا تشاوروا، بيقول دولة الرئيس بري ظهروا متصالحين رجعوا مختلفين وما طلعنا بنتيجة. فإذا الحوار على البلديات اللي هو كله لمصلحة الدولة، كيف بده يكون الحوار؟ كيف نحن بدنا نروح على حوار ونحن اليوم اللي مختلفين عليه هو اللي هو غير موضوع اللي هو خطير ما بيتلاقوا؟ ليش في شيء بيمنع انه اي حوار؟ اي حوار اذا في عندك بكلام وبلسان دولة الرئيس مئاتي انه في فريق هو قرر الحرب، في فريق هو عنده القرار لإله، منه معترف بالرجوع إلى الدولة وإلى غيره. فإذا هيدا هو الفريق بدك تتحاور يعني معه بشو؟ بالرئاسة. بشو بتجيب رئيس بتقول له للرئيس أنت ما خصك بقرار الحرب والسلم. بتجيب رئيس بتقول له أنت ما لك علاقة بالسيادة. بتجيب رئيس بتقول له. فإذا نحن بدنا المواصفات والمعايير اللي هي بتأمن السيادة وبتسترجع قرار الحرب والسلم للدولة اللبنانية للحكومة اللبنانية، وبتخلي انه نحن نروح على مساحة مشتركة اللي هي الدولة ودولة القانون. ساعتها منروح بس منروح على حوار مع فريق. هل مرشحكم الفعلي والحقيقي والمضمر هو قائد الجيش جوزيف عون؟ نحن لليوم بعده المرشح التقاطع هو جهاد أزعود. النهار اللي بدنا نروح نترك هيدي المساحة اللي هي متمسكين متمسك مثل ما الرئيس بري متمسك بسليمان فرنجية مع حفظ الألقاب. حتى لما دعا لمبادرته وقال بدنا نروح على حوار نتفق على المواصفات، ما قال ساعتها بده يترك الحرية لاحقا، بس اذا اتفقنا على المواصفات هي المواصفات نحن كان الجواب على اكثر من شخصية. بس نحن كان الجواب واضح بانه فينا نعمل لقاءات جانبية ثنائية ومشاورات، شكل الحوار ما حدا قال خليني اوصل. حتى جورج حتى بالشكل ما انطرح ولا مرة انه رايحين على طاولة حوار مستديرة مستطيلة إلى ما هناك. يعني قد تكون حوار المبدأ رفض مشاورات. المبدأ دكتور المبدأ بلال المبدأ دكتور بلال عبد الله الأستاذ وليد جنبلاط بيقول لا مشكلة لي بانتخاب سليمان الفرنجي، يعني أسير بأي كان لملء المنصب ولا مشكلة لي بالسير في انتخاب سليمان الفرنجي أو غيره، أعلم أن هذا قد لا يكون موقف بعض أعضاء اللقاء الديمقراطي لكنه موقفي. هل هي إشارة ل استدارة لخيار سليمان فرنجية بالنسبة للقاء الديمقراطي؟ بعتقد أستاذ جورج احنا عم نناقش ملف رئاسي أصر اللبنانيين يربطوه بأزمة المنطقة، عم نحكي خباسية وغير خباسية. كان حريب بنا بالأحرى بـ 28 نلتف على بعضنا ونعمل رئيس وحكومة نقدر نحافظ على البلد. اليوم صارت القصة أبعد من هيك. إيه بس أنا عم بسألك سؤال مباشر رد علي بالمباشر. أنا هل وصل. هذه بداية استدارة لتأيدوا خيار سليمان فرنجية أم لا؟ نحن إذا عنا استدارة بتكون استدارة لصالح البلد. نحن شايفين إيه طب إذا هيدي لصالح البلد بتعملوها؟ ما خليش جاوب. شايفين البلد بمرحلة احتضار وجودي. أنت اليوم لما الأمم كلها توقف المساعدات لأنه شو يعني انسوا ما عادش في دولة فلسطينية، معناتها وطنه هون ووطنه هون ووطنه هون، بكره إذا تكرر نفس الشيء بسوريا شو بتعمل؟ أنا رأيي البلد في مرحلة استثنائية. طيب. مطلوب الارتقاء إلى مستوى المصلحة الوطنية، ولحتى تقول ما عم بتهرب من الجواب، وليد جنبلاط كان وسيبقى الموجه والمرشد والمساند لنا، وهو أعتقد بهي المرحلة. مرشد غير الكلمة. بهي المرحلة أثبت أنه علامة فارقة بالحياة السياسية اللبنانية، وحكما عند سيجتمع اللقاء الديمقراطي وتحين الفرصة السياسية لانتخاب رئيس سيكون له رأي أساسي في هذا الموضوع، ولكن حتى الآن الفرصة لم تحن. ايه؟ والاستحقاق غير قريب واضح بعد أزمة غزة ويبدو طويل جدا. حتى ذلك الحين سنصل لهذا الموضوع. مين من اللقاء الديمقراطي معارض أو ما لا ما بتحرجني بس سؤال نحن اللقاء ديمقراطي في حزبيين وفي ناس مستقلين ونحترم هذا التنوع ونحترم خصوصية كل عضو معنا باللقاء غير منتسب للحزب، وجرت العادة مش أول مرة. وليد جنبلاط وهلأ تيمور جنبلاط رئيس الحزب
يفسح مجال بهيدي الخصوصيه. طب خليني بلش فيك، انت عندك مشكله بالسير في انتخاب السمان الفرنجيه او لا؟ انا بلتزم بقرار رئيس حزبي تيمور جبلاط. بس ما مرشد الحزب، اذا انت استعملت هالكلمه مش انا، بيقول انه بخيل الموجه، الموجه لا بس ماشي. اوكي هو عم بيقول انه ما عندي مشكله بالسير في انتخاب السمان الفرنجيه، مش هيك عم بسالك؟ كفى وغيره، ما كفى الجيب لك او غيره. اوكي المقصود الحل بالبلد. انت شو بتاخذ، غيره او هو؟ انا باخذ بقرر كتله اللقاء الديمقراطي برئاسه تيمور جبلاط بالتشاور مع وليد جبلاط اكيد. طيب. سمير جعجع بيقول اذا متكلين على جبلاط تيوصل فرنجيه حرير رح يلبسه. يعني بالوقت لا الحاضر، كان هيدا بسياق بالوقت الحاضر راح علق لزيد التباس بيننا وبين القوات. لا انا رايي ما هيك، هيك الالتباس موجود. لا ما في التباس، انا بعتقد وضح الموقف وقال بانه الاستاذ وليد جملات عبر عن رايه، اذا بتلاحظ بهيدا الحكي قال هيدا رايي ولم يلزم اللقاء الديمقراطي كله بهيدا الراي، وبالتالي ترك الامور. لكن بس عادة بس يعطي راي وليد جملات نحن ما بنزعله. فاذا ف لكن هلا جاوبته انه بعد ما اخذته. لا عم بحكي بشكل عام انا. لا عم نجرب نظبط لا لا انا اكيد، بس انا رايي توضيح اللي كان غير كافي. توضيح اللي كان من الدكتور جعجع غير كافي. شو المطلوب؟ ما بعرف هلا، بعرف شو قصد الدكتور جعجع وله حق بهذا الموضوع، يمكن ما كانش كثير مرتاح لهذا التصريح اللي طلع جريدة الاخبار، بعبر بطريقته المهضومه اذا بدك دكتور جعجع بطريقته بمر يعني. لا انا بعتقد تصريح دكتور جعجع هو اتي من انه في ثوابت عند وليد بيك وعند اللقاء الديمقراطي، انه بكل المرحله السابقه ان كان مع ميشيل معوض ولا مع جهاد ازعور ولا يعني هلا عندكم ولا مره يعني راحوا انتو على خيار انتو على خيار بفرطوا في يعني انتو بالرئيس السيادي يعني، وبالتالي كقوات بعتقد من هيدا المنحى راح عليها بانه اذا هن متكلين على انه يغيروا رايهم ويتنازلوا او يكون في اي دليل. والدليل عم تحكيه الدكتوره غاده، المعركه الخضيه سويا بدعم من الرئيس بري لمنع الفراغ بقيادة الجيش والتمديد للجيش. وكان تجربة عن جد هي يؤسس عليها لو ما صار في تدهور كتير بالانغماس بحرب غزة. طيب. من الأراضي خليني هيك اطلع بخلاصة بالنسبة لعمل اللجنة الخماسية. اللي قاله دكتور بلال بموضوع انه كنا من 98 المفترض نحن بلقاء مع الرئيس بري ب 17 تشرين يوم انتخاب رؤساء ومقررين اللجان، كنا نحن والدكتور بلال اجتماع مع دولة الرئيس اللي هن بيمثلوا كل الكتل وكل القوى السياسيه بهذا الاجتماع، تمنى الرئيس وقال نحن مفترض علينا انه هلا نغتنم الفرصه بهذه اللحظه المصيريه من تاريخ بلدنا والمنطقه اللي عم نمر فيه ما بنعرف وين رايحين، انه نستعجل انتخاب رئيس الجمهورية اللي من الضروري انه يكون فيه انتخاب. طيب يعني نستعجل انتخاب رئيس يعني. اليوم برأيك عمل اللجنة الخماسية هذا الحراك ممكن يوصل لانتخاب رئيس بالفترة الزمنية على المدى المنظور ام القصة بعيدة؟ دكتور بلال قال من شوي كان واقعي يعني، هن مشهورين بواقعيتهم السياسية. لا قال انه هلا منا قصة قريبة سواء كان، لا لانه الظروف العامة يمكن منا مساعدة، بس اذا نحن هذا الموضوع هذا بده يتوفر في الإرادة عند الجميع، وإذا في إرادة ما أنا بحاجة مع احترامنا وتقديرنا لكل الجهد اللي عم ينبذل واللي ممكن يكون عامل مساعد لنا، لكن المسؤولية مسؤوليتنا. هل أنتم لو توفرت الإرادة عنا نحن كلبنانيين بنقدر؟ هل أنتم مع أنه تدخل الخماسية بالأسماء؟ يعني تجي مثلا الخماسية تعمل جولة على الكتل والقيادات وكل كتلة تعطي اسم وبعدين هالاسماء تنحط بمجلس النواب، هل انتم مع هذه الخارطه الطريقه؟ هلا ما انطرح هذا الموضوع فيما لو لك الرئيس بري بعده اليوم بانتظار شو هي الافكار اللي ممكن تنطرح يعني بناء على بيكون في توجه دكتور عبد الله يعني، بس بعتقد انه مش بحاجه يعطيهم العافيه ويا ريت بيعملوا جهد استثنائي اكبر هذه الدول باطار دعم صمود لبنان. نعم حتى لو ما قدرناش نعمل رئيس هلا ومطلوب دعم صمود لبنان يعني بكامل الجنوب او بكل مؤسساتنا هلا اللي عم تستمر بدعم صمود الناس، ونحن باشد الحاجه لاي مساعده، ويبدو شوي
المساعدات متوقفه فكرة. وبدنا منه جهد اكثر مجتمع الدوله لوقف اطلاق نار بغزه لنرتاح نحن ونقدر نرجع نحكي مع حزب الله ومع كل الفرقاء الثانيين كيف بدنا ننتخب رئيس، لانه واضح كان بكلامه الاخير السيد حسن نصر الله امين حزب الله انه هذا الموضوع هلا بأجل عندنا اولويه هوني، واضح كان الكلام. بس انا بدي اقول اضافه اخيره اذا بتسمح لي. عظيم الخماسيه ومشكورين خاصه المملكه العربيه السعوديه ويعطيهم العافيه، قطر، فرنسا، مصر، كل هالدول ما بدي انسى حدا. في الامريكان بس في عندك امريكا وايران وينهم؟ هن اصحاب اللعبه الاقليميه الاساسيه. يعني انت مع انه تصير سداسيه؟ انا مع تكون سباعيه. مين السابع؟ ما يدير القصه من وراء من وراء الباقيين الامريكان، يفوت على الخط مباشر ويقعد مع الايراني يحكي، اذا مطلوب يعني توسيع الجبهه الاقليميه يخبرنا، واذا مطلوب بالحد الادنى حمايه لبنان كمان يخبرنا. نحن من اصحاب نظريه عدم استدراج لبنان الى مواجهه شامله، مش قادرين لها. دكتور بده يحمينا بهالموضوع يتفضل يحكي مباشره، وجزء من هذا الملف انتخاب رئاسي. نحن من اول الطريق كنا عم نجرب نقول انه خلينا نروح على انتخابات، وهيدا اللي عملناه من اول جلسه لليوم، زلنا وحطينا اسم ان كان ميشيل معوض مع حفظ الالقاب لجهاد ازعور وغيره، لانه عارفين انه ربط انتخاب الرئيس قبل كانت اصعب، هلا صارت اصعب اكثر بكل الظروف الاقليميه. هلا الخماسيه لكن فعليا الخماسيه مشكوره، بس فعليا هي لا رح تطرح اسماء ولا رح ترجع تدخل بهيدي اللعبه واللي هي سله متكامله اللي كانت عم تنطرح، لانه سقطت واشهدت ما بقى تزبط. بس فعليا تحريك الملف الرئاسي وحس كل الفرقاء على تحمل مسؤولياتهم الداخليه وعدم ربط ملف الرئاسه اللبنانيه بانتهاء حرب غزه، لانه اليوم ما فينا نحن نربط مصيرنا على طول بلبنان بكل شيء بيصير بغزه، وهيدا الامر خطر، لانه اذا اليوم منطق. ليش بدنا نربط؟ لا ابدا موضوع رئاسه الجمهوريه ابدا، احنا موضوع الميدان موضوع لو سيد حسن نصر الله حكى بهيدا الموضوع، لا مش هيدا هو الموضوع أبداً. الاساسي ما عم بتقول لك انه السيد حسن حكي بهالموضوع، مش انا هلا دكتور بلال وقف غزه وبعدين بنحكي. نحن لحد هلا ما في نيه بعد وما في إرادة عند الجميع، لو إذا توفرت الإرادة، لا موضوع رئاسة الجمهورية كيف ما في إرادة إذا عم تقولوا مرشحكم بس الوزير سليمان فرنجية ونحن عم نقول عنا تقاطع على جهاد أزعور، في أنتم إرادة مرشحكم. خلينا ننزل على مجلس النواب نفتح نفتح الديمقراطية إذا بقينا السقوف من كل الجميع لحماية البلد بظل هذا الاستحقاق الإقليمي. آخر جلسة كانت أكبر دليل إنه ما أنا قادرين بحالة الانقسام اللي عايشينها بعدنا وبقينا على من هون الذهاب اللي عم يقولوا في اللجنة الخماسية الذهاب الى الخيار الثالث. نعم من هون مين الخيار؟ التنزيل من الشجره هي الذهاب الى الخيار الثالث. مين هو الخيار الثالث؟ مش مهم مين الخيار الثالث، لكن اللي هو بيجي بيكون مش على مسافه واحده من الجميع، هو اللي بيكون قادر يقوم بمهامه. اليوم مهامه مش هي يكون ضد حزب الله ولا ضد القوات ولا ضد غيره. شو مهامه؟ مهامه بكون واحد ضد حزب الله. لا هو قال انه بغير طريق، بس لكن فعليا انه هو يجي يقوم بمهامه، مهامه الاساسيه هو انه يضبط القرار، وان بيكون في تخطي للدستور يكون عم بيوقف هالتخطي، يكون عن جد مثل ما هو دوره. طب اعطونا اسم، اعطونا اسم، اعطونا اسم، رشحوا اسم. ما انتم اكبر كتله مسيحيه بين مزدوجين، ليش نحن رشحوا اسم؟ نحن اليوم وقتها اتوافقت اذا خيار ثالث اعطوه خيار، وقتها توافقت كل المعارضه على اسم، رحنا معهم على هيدا الاسم ميشيل معوض، لقينا انه وصلنا لمثل قالوا انه هيدا مرشح تحدي، غيرنا ورحنا على مرشح اقل تحدي وكان توافقي وتقاطعي مع التيار الوطني الحر جهاد اسعود، بقيوا الفريق الاخر متمسكين بذات المرشح. فاذا ليش بدنا ننتقل على خيار ثالث من دون ما ينتقل الفريق بعد الاخر؟ في مجال بعد تتقاطعوا مع التيار الوطني بعد الحر؟ التقاطع ايه اوكي، سحر وساحر وانقلب ومدري شو، وطلع سيزار ابي خليل عامل لك رد طويل عريض انه بس رد رد على حاله، قرتنا اياه بعد الدقيقه يعني. كنا جوا دغري شرطي ما يعني انا كنت بتمنى انه يردوا بقلب مجلس النواب اذا كان في اي امر غير قانوني ولا غير دستوري. لا بس وبالنهايه اللي نحن وقت حكينا حكي مشيتوا بالطايف وخلصتوا بالزنزانه وشاركتوا بالاتفاق، عيب هذا الحديث، وخلصتوا بوزاره سياحه واستقبلتوا النازحين واليوم عم تتباكوا، ووافقتوا على ضرب الصلاحيات واليوم عم تتباكوا عليها.
يعني كنت بتمنى عليه يكون عم بجاوب بقلب مجلس النواب ويكون حاضر وقادر عنده الحجة كلها، بس اليوم يعني انكشفت الحقائق ونعرف انه هالامور ما بقى تنطلع على اللبنانيين، والتباكي والعطول الاظهار بانهم هن الحريصين على حقوق المسيحيين وعلى موقع الرئاسي ولا غيره. بعتقد انه ورغم كل هيدا ورغم كل هيدا وبعدكم متقاطعين على جهات ازعوج بعد كيف شو بدنا نقول نحن لكن ما نحن بالبارئين طيب الوحيدين خليني صرنا يعني لازم تكون بلشت النشره من اربع بس لازم احنا نطلع من هون رئيس يطمئن الداخل أكترية الداخل ويعيد فتح لبنان إلى عمقه العربي ويجنب لبنان هيدي يعني الحرب وعدم الخوض بالحرب الشامية. هي مواصفات اللي عم نطلبها. شكرا دكتور قاسم هاشم، شكرا دكتور بلال عبد الله، شكرا دكتورة غادة أيوب، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لحضوركم، إلى اللقاء الأحد المقبل.